احنا وقفنا تقريبا في الشرح البيت 31، يعني باب الاعراب، اليس هذا صحيحا؟ اين وقفنا في الشرح؟ لا، شرح النظر. باب الاعراب شرحناه كله، ولكن هنا وقفنا اعراب ومتغير اخر الكلم ولا لا؟ لا شرحنا، شرحناه. طيب للرفع منها هذه هي تقريبا. طيب احسنت، اذا هذا 31 يعني بدء من 32 صح. طيب كنت بعثت لكم اليكم الاسبوع الماضي يوم الخميس بالذات او في الصباح هذا جدول رائع. طيب الحمد لله المره هذه ما في غلطه يعني. لا 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 ثبتي نريدك لا ثبتي ثبتي، اذا في شيء قولي لي هنصلحه باذن الله تعالى. بعثت اليكم بجدول، هذا مليح ليكم وللاطفال اللي عنده اطفال كذلك، جدول فيه اقسام الاعراب وعلى مع ذكر امثله وعلامات كل قسم. فهذا كما قلت وانا اقدر انه ممتاز لانه يجمع اقسام الاعراب الاربعه، مش يعني قال وعلاماته، فانا اذكر بها. اقسام الاعراب في اللغه العربيه اربعه، ما هي؟ رفع ونصب وجر وجزم، هكذا بالترتيب، رفع ونصب وجر وجزم، هذه لا نخرج من هذه الاربعه. طيب هذا على سبيل الاجمالي. الان سناخذ كل قسم الاقسام الاربعه علامات الاعراب، كيف علامات الرفع، لان لكل قسم علامات رفع وعلامات نصب وعلامات جر ثم علامات جزم. يا جماعه هذا محور الاعراب، درس اليوم بالذات في النظم، بدءا من قوله للرفع منها، بل قولي بالبدء من قوله اعرابهم تغيير اخر الكلم. هذا كله والله يعني كلام في الصميم، الانسان اذا اخذ واستوعبه باذن الله ما يغلط ابدا في اعرابه اذا اعتمد على ما ذكره الناظم. فقال رحمه الله للرفع منها ضمه واو الف. طبعا بعد ان قسمنا الاعراب الى اربعه اقسام، ما عاد نسوها هذه، رفع نصب جزم جر وجزم، بدأ بعلامة الرفع لأنه بدأ بها في الأقسام. ولماذا يبدأ بالرفع؟ لأنها أرفع العلامات، اسمها فيها يشرحها، يعني سميت علامة رفع لأنها أرفع العلامات، لأن علامة الرفع لا يأخذها إلا المحدث للحدث، فهو صاحب الحدث، فهو البطل، يعني ليروب الفرنساوي طبعا هو بطل، هو المحدث، حينئذ كان جديرا أن يأخذ أعلى حركة وهي الضمة، وما أو ما ناب عنها، طبعا الضمة يأخذ الضمة أو ما ناب عنها، وكانت الضمة هي العلامة الأصلية للرفع. وسبحان الله هناك علامات فرعية وهي أحرف، ربما الطالب الجديد أو المبتدأ يقول الحرف أقوى من الحركة، وهو صحيح، الحرف أقوى من الحركة، لأن الحرف من أين يأتي؟ من حركة مشبعة. انظروا مثلا إلى علامات حروف المد، هذه من أين جاءت؟ من حركة مشبعة. فالواو جاءت عبارة على ضمتين، كأنك يعني تنطقين بالحرف مضموم مرتين، فتقول بو بو، فعبارة تقول بو بو بو، نفس المقدار. كذلك بي، أصلها بي بي، بابا با، وهكذا. حينئذ أصل حروف المد حركة مشبعة أي مضاعفة. فمن هون نفهم أنه بما أنه بدأ بالضمة قال الرفع منها ضمة، عرفنا من هذا، لأن الكلام النظام يا جماعة ليس عشوائيا، لما يضع الضمة هي الأولى أو الألف الثانية عفوا أو الواو أو الألف هكذا بالترتيب، ليس ترتيبا عشوائيا بل مقصود. فبدأ حينئذ بالضمة كشرح للبدء بالضمة لأنها أرفع الحركات، حينئذ فيقال فيها أصل الرفع. يعني إذا جاءنا سؤال أي العلامات الأصول في الرفع، أو أي علامة تكون أصلا في الرفع، تجيبين وتقولين الضمة هي أصل الرفع، لأنها تكون في الاسم. سنرى حينئذ بعد قليل أين تكون هذه الضمة، فهي أصل للرفع. وما سواها ماذا؟ إذا قلنا هي أصل، فرع عنها أو نائب عنها، تقول نائب أو فرع، لأن الأصل يقابله ماذا؟ الفرع، أصل، وهذا يقابله، حينئذ ما سواها فرع، وإن كان ولو جاء حرفا، وسيأتينا بعض الفروع أحرف مثل الواو مثل الألف،
وكذلك ثبوت النون. حينئذ في الحقيقة الفروع التي ستأتي كلها أحرف، والأصل حركة، واضح هذا لحد هنا؟ قال فالرفع منها ضمة واو. لماذا جاءت الواو هي الثانية؟ لأنها ناشئة عن الضمة. احنا كنت أقول الآن هي ضمة مشبعة، فكان جديرا أن تكون في المرحلة الثانية. ثم لأنها تأتي في جمع المذكر السالم، وضم وجمع المذكر السالم مقدم عن غيره، عن جمع المؤنث السالم وعن جمع التكسير، كما قدم الله سبحانه وتعالى ثم مشابه الرجال في الصف في الإمامة في الصلاة في كذا في الشهادة وغير ذلك. أنا ما قلتش هذا الكلام هذا يا جماعة، حتى ما تقول هذا راهو عنده فكرة غلطة عن النساء، هذا موجودة في الشروح الطويلة ولا يهمك. فالضم في اسم مفرد للرفع منها ضمة واو ألف، تأتي الحركة الرابعة كعلامة رفع الألف، الألف، لأنها قال لأنهم قالوا أخت الواو. فاش في أختها؟ في كونها حرف علة ومد، في كونها حرف علة ومد، فهي أختها أو شقيقتها أو عبر أو صاحبتها، عبر بما شاء. ثم يقول في الأخير كذاك نون ثابت لا منحذف. هذه نون الثابت لا منحذف، كلمة لا منحذف أكمل بها البيت، هو الثابت عكسها. شو هو الثابت؟ هو المنحذف. فلذلك قال لا منحذف. فلماذا قال ربما لسانسة؟ لماذا نقول تكميلة البيت؟ لماذا هالزيادة؟ يعني تكفير كانت تكفيرة كنون ثابت، فلماذا قال لا منحذف؟ أقول تكميلة للبيت. والنون الثابت هذا ماذا لها تسمية أخرى؟ ماذا تسمى في الإعراب؟ نون الرفع، نون الرفع، لأن للنون تسميات كثيرة يا جماعة طبعا. ثم نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الثقيلة، نون النسوة، ونون الوقاية نسيناها، ونون الرفع. كم صارت؟ خمس نونات. ردوا بالكم من هذا، هي نون الوقاية ستأتي. طيب خليني نعجل لك بالإجابة. وخلق الإنسان عجولة، ضربني يضربني اضربني، يعني تأتي في الفعل دون الاسم. لماذا؟ لماذا سموها وقاية؟ لماذا؟ أنا عارفك، ما أنا مش تسألني السؤال الثاني. سميت نون وقاية لأنها ستقي الفعل من الكسر والتنوين. شفتي أنت لما أقول ضربني، الياء ماذا تطلب حتى تكون حرف مد؟ تطلب حرفا قبلها مكسورا، وبما أن الفعل لا يكسر استعاروا لها حرفا آخر سموه بنون الوقاية، تقيه تحميه، يعني تحمي ماذا؟ تحمي الفعل من الكسر والتنوين، لأن الكسر والتنوين من اختصاص الاسم. والخفض امتنع. والخفض امتنع. شفت الأبيات اللي قبلها؟ وكل وسائر، لا مش وسائر، والكلها والكل غير الجزم في الأسماء يقع، وكلها في الفعل، والخفض امتنع. الخفض امتنع في ماذا؟ في الفعل. وبما أن الخفض امتنع في الفعل، وهذه قلنا لكم من البيت هذه اللي كنت أقرأها الآن، والكل غير الجزم، أخرجنا منها قاعدة تذكروها ولا لا؟ ما هي القاعدة؟ اشتراك الاسم والفعل. لا مش هذه القاعدة، لا جزم في الأسماء ولا خفض في الأفعال. خذينا هذه، من أخذناش هذه القاعدة، هذه الإنسان ينطلق منها. يعني ما في فعل يا جماعة أبدا لا ماضي ولا مضارع ولا أمر يكون مكسورا. طيب قد تأتي، قد تأتي الكسرة لكن تكون الكسرة عارضة، مثل أنت، مثل قولي تعالى لم يكوني. تقول لي كيف أنت تتناقض يا شيخ؟ كنت تقول لي هذه قاعدة، والقاعدة معناها شيء صلب. هاي اللي شفتها في القرآن، لم يكوني الذين، ماذا نفعل؟ أقول هذه الحركة عارضة، المقصود بالكسرة هي الكسرة التي تكون أصلية بحيث لا تتغير دائما دوما. فلما نقول لم يكن الذين، هذه لأجل التقاء ساكنين أكسرنا الفعل. فلما نعرب يا جماعة نقول لم يكن، يكوني فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه ماذا؟ وسنراه بعد قليل. لا يخلو المضارع المجزوم من إحدى ثلاث كعلامة، كعلامة إعراب، فإما أن تكون علامة جزمه السكون، أو حذف حرف العلة، أو حذف النون. ما فيش إلا الثلاثة. ما جينيش يوم تقول لي راه علامة جزمي الكسرة، لأنك ريتها بعينك يعني لم يكوني. هذه بعدها صرفها على 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 نظرك. لماذا؟ لأني أنا قلت هكذا، أقول أنا قرأت في النظم يقول والجزم في الأفعال بالسكون
أو حذف حرف علة أو نوني. هذه قريناها ولا ما زالت؟ ما زالت لسه ما راح تجينا. ها وأعطاك النظم، شفت شوف لم يحفظ النظم، حفظ قاعدة الآن. ما هي القاعدة؟ القاعدة في كون الأمر له ثلاث علامات: جزم الأمر، عفوا جزم المضارع، جزم المضارع ليس له إلا ثلاث علامات، فإما أن يكون علامة جزمه السكون أو حذف النون أو حذف حرف حرف العلة. طيب ما دام أنا دخلت في الكلام هذا، متى يكون تكون علامة الجزم السكون؟ الجواب: تكون علامة الجزم السكون لما يكون الفعل صحيح الآخر. إيش معناها صحيح الآخر؟ أي صحيح اللام. أعطيني مثال، أعطوني فعل. أمر. فتقول لم يأمر، ما كانت علامته؟ السكون، لأن الراء هي لام الكلمة والراء من الحروف الصحيحة مش حرف علة يعني. طيب أعطوني الآن حرف معتل الآخر. يقي جرى. يقي من وقاء. هو لم يقي بالقاف المعرقة، أين الياء؟ حذفت، وتلك هي العلامة. حينئذ علامة جزمي هنا الفعل هذا حرف العلة. لماذا؟ الجواب: لأنه فعل معتل الآخر. هكذا نقول في الإعراب كذلك، يعني نبرهن لماذا، نعلل. طيب الآن حذف النون، متى يكون تكون حذف النون علامة للجزم؟ في الأفعال الخمسة. فقال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها، صح ولا لا؟ فتفعلوا هذه من الأفعال الخمسة، لأن الأفعال الخمسة أو ما يسمى بالأمثلة الخمسة هي تفعلين، يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون. هذه قريناها كذلك في النظم ولا ما زالت؟ ستأتي يعطيك الأفعال الأمثلة الخمسة هذه. كل فعل دخل في الأمثلة الخمسة هذه يسمى من الأفعال الخمسة، يعني ما صرف، لو أخذناه بتعبير آخر، كل فعل مضارع يصرف مع أنت، أنتما في المذكر والمؤنث، وأنتم وهم هذه الخمسة، فهو من الأمثلة الخمسة. ما علامة رفعه؟ ثبوت النون. لذلك قال هنا: كذاك نون ثابت لام حذف. أين؟ وسيأتي التفصيل، هذا على سبيل الإجمال، وسنرى بعد قليل أن حذف النون ثبوت النون يكون في الأفعال الخمسة التي لم يدخل عليها ناصب ولا جازم، وإذا دخل عليها ناصب أو جازم كانت علامة النصب والجزم معا حذف النون. لذلك أتيت بالآية، لأن كنت أقرأها لك، قلت: فإن لم تفعلوا، هذا فعل مضارع مجزوم أو منصوب؟ مجزوم طبعا. ولن تفعلوا منصوب أو مجزوم؟ علامة النصب والجزم كانت هي نفسها ولا لا؟ فخذوها من الآن. حينئذ علامة نصب الأفعال الخمسة وجزمها واحدة، وهي حذف النون. وتذكروا قوله تعالى: فإن لم جاءت متلاصقتين، يعني العلامتين الجزم والنصب في الأفعال الخمسة هذه، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس. للرفع منها ضمة واو ألف كذاك نون ثابت لام حذف. طيب هذا البيت أعطانا المواطن، عفوا علامات الرفع. علامات الرفع، يعني لو سألتكم في امتحان ما علامات الرفع؟ تقول علامة أو كم هي وما هي علامة الرفع؟ تقولين أربعة، وهي رفع ونصب، لا ضمة واو ألف وثبوت النون، هكذا بالترتيب. طيب لو أنت ذكرت ثبوت النون الأولى مش مشكلة. فالضم في اسم مفرد الآن بعد أن بينا المواطن، يعني علامات الرفع، نرجع من جديد بالتفصيل، نبدأ بالضمة طبعا، وسنقف اليوم على الضمة فقط. قال: فالضم في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجاء الأعبود، هذا اثنين يعني في الاسم المفرد وجمع تكسير، ثلاثة وجمع تأنيث كمسلمات، والأخت تحب كمسلمات، خلينا نقول كمسلمات، وكل فعل معرب كياتي. يعني ايش معنى معرب يا جماعة؟ الكلمة هذه فنية طبعا. قال فعل معرب، ماذا نفهم من هنا حسب رأيكم؟ ها؟ لأن المعرب لا يتغير لا ليس هذا الجواب. المضارع. اسمع، أيوة، لما نسمع كلمة معرب وفعل اصري في ذهنك إلى المضارع فقط، لأن الماضي باتفاق كل المذاهب النحوية مبني
والأمر عند البصريين مبني، مش عند الكوفيين، واحنا بصريون قلنا من اتفقنا من الأول أن مدرستنا بصرية. ليش؟ لأن العالم الإسلامي أحببنا أم كرهنا احنا على المذهب البصري، وهو المذهب المنتشر أكثر في كل بلدان أصقاء العالم الإسلامي والعربي. هنا إذن إذا قلنا، إذا قال كان فنانا في تعبيره، قال وكل فعل معرف، ما قالش وكل فعل مضارع، لأنه يريد بالمعرف والمضارع، خاصة إذا فهمنا هذا. فإذا لابد تستقر في أذاننا يا جماعة، الماضي مبني أبدا وباتفاق، والأمر مبني عند البصريين، فماذا بقي حينئذ؟ المضارع. لذلك لما يقول الفعل المعرب فهو الفعل المضارع ليس دونه، وكل فعل معرب كياتي، وقد برهن بالمثال، قال ياتي، هذا ياتي فعل مضارع أو ماضي أو أمر؟ طبعا مضارع، لكن علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، هي أصلا يأتي على وزن يفعل، حتى على الميزان، ضع الفعل على الميزان تظهر الحركة. هنئذ لماذا لم تظهر؟ وأنا عودتكم أو بدأت في تعويدكم أن الضمة والكسرة، خذوهم الاثنين، الضمة والكسرة مع الواو والياء ثقيلتان دائما وأبدا. حينئذ يستحيل أن نرى ضمة أو كسرة مع الواو، ما نقولش على، نقول لأن الكسر كنت تحت، نقول مع الواو أو الياء، لأن الصيارفة كعمال الحدود، يعني تريد تتجاوز بالكلمة لا يوقفوك حتى يجرد الكلمة من كل ما هو ثقيل ويخرجها سهلة سلسة خفيفة. فما علينا إلا أن نشكرهم والله، وندعو لهم بالرحمة. نعم تفضلي. الضمة على الياء ثقيلة في وسط الكلمة، ولكن في بداية الكلمة مثلا كذا كان يؤكل. لا نحن نتكلم على نهاية الكلمة، على لام الكلمة فقط، لأن قلنا من زمان أن علماء النحو يهتمون بالحرف الأخير من الكلمة فقط. حتى في الوسط يستثقلونها إلا في البداية. لا 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 لا, لا تبقى حتى لو كانت في الوسط تبقى ليوري، اسمعني، ليوريك، لا نقول لا نستطيع غير ليو، هاي في الوسط جات ليوريك، ليريهم الله مثلا، آتي بأي كلمة، ليوفقنا وهكذا. الواو الضمة والكسرة في وسط الكلام في بدايته ما يهمنا، تبقى كما هي. البحث هنا عن آخر الكلمة، وإن كان العمل الصرفيين، أرأيتم لما قلت لكم الصرفيون، هذا المذهب السائد، أن الصيارفة يهتمون بالكلمة كلها، لأن بعض العلماء يقولون يهتمون بما تبقى من الكلمة، لكن أنا مع من يقول أن الصيارفة يهتمون بالكلمة كاملة من حيث الإبدال والقلب والتغيير والتسهيل والحذف والزيادة، هذا كل من شأن عمل الصيارفة. أما النحاة فيهتمون بالحرف الأخير. وبما أننا نتكلم عن النحو هنا، فالصيارفة تتدخلون إذا كان الحرف، إذا بدأ لهم الحرف ثقيلا، وهذه قاعدة في ذلك أن الضمة والواو أو الكسرة مع الواو والياء لا يمكن أن يوجد، فلا بد من تغييرها، إما نقلها إلى الحرف الذي قبله أو حذفها هي والحرف. هذا وقد مثلنا لذلك أمثلة، وسيأتينا تأتينا أمثلة في المستقبل كذلك. نعم. حينئذ من خلال البيتين اللتين قرأتهما، يعني البيت فالضم في اسم مفرد كأحمد، وجمع تكسير كجاء الأعبد، وجاء وجمع تأنيث كمسلمات، وكل فعل معرب كياتي، هذه المواطن كذلك أربعة، يبقى أقسام الإعراب أربعة: رفع، نصب، جر وجزم، وعلامات الرفع أربعة، علامات الرفع أربعة: ضم، واو، ألف، ثبوت النون. ومواطن كلها في الأربعة يا جماعة، ليه كانش بديت نسدر من جديد؟ ومواطن الضمة أربعة، مواطنها يعني أماكنها أربعة، فتكون في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يدخل عليه ناصب ولا جازم. يعني أنا أهيب بكم أن تغيروا، الله يبارك فيكم، ما تغيروا الواحد الموقع، إذا وجدنا اسم مفرد، اسمعني منيح الآن، شفت هذا اللي يبقى في الذهن، نريد أن يبقى في الذهن، اسم مفرد وكان مرفوعا فلا سبيل إلا للضمة،
جمع تكسير وكان مرفوعا فلا سبيل لي كعلامة رفع فيه إلا الضمة. جمع مؤنث سالم كذلك لا سبيل أن تعرب به إلا بالضمة وإن وجدت خلافها، لأن الخلاف ما يكون لأجل الشعر حركة السمع حركة الروي أو شيء آخر حركة مثلا حذف أو من نوع، يعني لا بد أن نعرب بالضمة ولو لم تظهر، وإن كان يعني تقديرا إذا لم تظهر فتكون الإعراب تقديريا. وأخيرا تكون الضمة في الفعل المضارع الذي لم يتجرد عنه الذي لم يدخل عليه ناصب أو جزم، فاحفظوا هذا احفظوا هذا. الله يبارك فيكم. مثلا لو أخذنا بيت شعر، لو رجعنا للقصيدة البوصيري البردة سنجد فيها أفعال مضارعة لكن مكسورة. طبعا هنا نقول حركة الروي، لأن كل أمن تذكري جيران بيده سلامي، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيب خير خلق الله كله مي، فكل بالمي يعني بحيث جاء، إذا جاء فعل مضارع وينتهي بالمي سيكسره حتما. فنقول علامة رفعه في الحالة هذه الضمة المقدرة على المي منع من ظهورها اشتغال المحل بالكسرة العارضة لحركة الروي لأجل الروي أو لأجل القافية. فنقول حينئذ أول ما نبدأ نقول بالضمة المقدرة، ما نقول بالكسرة العارضة. لو تقول بالكسرة العارضة قلبت، هذا ليس إعرابا سليما، لأنك كأنك جعلت الكسرة هي علامة رفع. لا، لابد أن نقول بالضمة المقدرة، لأني أنا حفظت الآن وأن الفعل المضارع ما دام مجردا عن ناصب وجزم فعلامة رفع الضمة ولو لم تظهر. كذلك جمع التكسير، أي جمع تكسير؟ شو جمع تكسير هو؟ كل جمع لا ينتهي بألف وتاء أو واو ونون أو يا ونون فهو جمع تكسير. طيب لماذا جمع سموه تكسير يا جماعة؟ تعرفوا شي ليش؟ قلت لكم عليه ولا لا؟ هذا أيوة، لا قربتي. جمع التكسير هو ما تغيرت صيغة مفرده بالشكل أو الزيادة أو النقص. هذا يتسمى راه تعريف موجز يتطلب إلى شرح. شو الزيادة والنقص أو الشكل؟ إذا تغير المفرد فقط شكلا، يعني بقيت الحروف هي نفسها في المفرد والجمع. أعطيكم مثال، أسد جمعها ماذا؟ أبقوها على بس بدون زيادة حرف، أسد. مش نقول أسد الغابة في كتاب لتعريف بحقوق الصحابة كتاب في السيرة، هذا أسد الغابة نقول أسد. وأسود احنا ما نحبها أسود، نحبها تبقى الحروف هي نفسها لكن بتغيير الشكل يصبح جمع تكسير. ما معنى الآن تكسير؟ ما معنى تكسير؟ أي كسر عن وزنه، كسر المفرد عن وزنه، كسر إما بتغيير الحركة، حركة واحدة تكفي أو أكثر، أو بزيادة حرف أو أكثر، أو بإنقاص حرف أو أكثر. نقول نمير، هذا الجمع بدون زيادة. نمور، شفت نمير بكسر الميم مفرد، نمور بضم النون والميم صارت جمع، زدنا شي حرف، ما زدنا ولا حرف. هذا هو التكسير، أي غيرنا صيغة المفرد بتغيير الحركة بعض الحركات، فهمت يعني؟ أو بزيادة حرف. خلينا نأخذ الآن في أسود، كانت أسد، ماذا تغيير بماذا هنا؟ بتغيير الشكل وزيادة حرف، الاثنين ما تنسوش. وكتاب، كتاب ما جمعه كتاب؟ بماذا تغير؟ بالنقص، هنا بنقص وبتغيير الشكل. وهكذا حينئذ أنا أعطيتكم القاعدة ملخصة، جمع التكسير هو ما تغيرت صيغة مفرده بالشكل فقط أو بالشكل والزيادة أو بالشكل والنقص أو بالزيادة فقط أو بالنقص فقط أو بكلها، ستة أوجه. هذا ما نستعجله، موجود في الكتاب يا جماعة، بس أعطيتكم فكرة، موجود في الكتاب، لما نصل إلى جمع التكسير في تفصيله سنتناوله إن شاء الله. بس أنا حبيت أعرفكم ما معنى تكسير، لأن ربما نقوله ولكن لا نفهمه ما معنى تكسير. قولوا جمع التكسير يكسر. تكسير معنى تغيير. حينئذ نرجع ونقول فالضمة في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، وانتم تعرفوا هذا الجمع المؤنث السالم حركة أعرابه الضمة، جاءت مسلمات، هؤلاء مسلمات، وهكذا. طيب أنا عندي ملاحظة الآن، إذا وجدنا اسما منونا سواء كان تنوين رفع ضم يعني أو تنوين كسر أو تنوين جر، يا جماعة
هاك التنوين مهم كسرتين أو ضمتين أو فتحتين ولا لا. فالحركة الأولى حركة إعراب، والثانية تعويض عن النون الساكنة اللي هي حركة تنوين يسمى. فلما نقول كتاب، لذلك عند الإعراب لا نقول علامة رفع الضمتين أو الضمتان، هل نقول الضمتان أو علامة جره الكسرتان في التنوين أو علامة نصب الفتحتان؟ يقول فتحة أو كسرة أو ضمة. لماذا؟ لأن الرسائل يسأل هذا، يقول ليش مدام في ضمتين ما نقولوش علامة رفع الضمتين؟ زيادة الخير فيها بركة. يقول أقول لا، هذه ما الحركة الثانية راهي يعني لها من ينوب عنها، وهي نائبة عن 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 التنوين. لأن حقيقة التنوين شو هو؟ هي نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه، أي لا نجدها رسما ولا وقفا. حينئذ لما نحن لا نجدها في الرسم ولا عند الوقف، ما الذي يعوضها؟ هي حركة ثانية، ضمة ثانية أو كسرة ثانية أو فتحة ثانية. حينئذ فالأولى للإعراب حركة إعراب، ضمة الأولى أو الكسرة الأولى أو فتحة الأولى، والثانية المماثلة لها هي عوض عن التنوين. لذلك عند الإعراب يستحسن أن نقول وجاء منون، والضمة الثانية عوض عن الإعراب أو بدل من، عفوا الإعراب بدل من التنوين، بدل أو عوض عن التنوين لمن أراد أن يضيف هذا. وهذا قد نجده بعض الكتب، كتب الإعراب هكذا يقولون. ها؟ عوضا عن النون ولا عن النون الساكنة؟ والتنوين ما هي نون ساكنة. ساكنة بس قلت عوضا عن التنوين. نعم عوض التنوين، نعم عوضا عن التنوين أو عن النون الساكنة، لأن التنوين هي نون ساكنة، يعني ما هو الشرح هو. طيب قولي عوضا عن النون الساكنة. لكن أنا أخشى أن تقول النون ساكنة ينفتح سؤال آخر يقول لك وين النون ساكنة موجودة؟ برا عاد كسر راسك واشرح له، ما قولوا تنوين وانتهينا. طيب نقف هنا يا جماعة، وذكروني في الأسبوع القادم نقول الشرح يعني يبدأ من بيت 35. أنا شرحنا مواطن الضمة، أقسام الإعراب، الضمة أين توجد، ثم نعم أقسام الإعراب، ثم أقسام علامة الرفع، ثم كذلك تعرفنا على مواطن الضمة، وكلها بالأربعة كما رأينا. واضح إن شاء الله. أستاذ حضرتك بتقول هنا أن هو بيرتب كل حاجة بالترتيب عن قصد. نعم. لكن هنا حضرتك قلت الرفع والنصب والجر وبعدين الجزم، هنا عامل العكس، هي عامل الرفع والنصب وكذلك جزم وجر، فهو شقلب الجزم والجر. فين هنا يعني؟ في البيت 28. البيت 28 يقول أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر، لأن الشعر تحكم فيه. وجر وجزم. أنا قلت لك لأنه أجبر على تأخير على تقديم الجزم وتأخير الجر حتى ينقاد إلى الميزان، يعني قال فلتعتبر، فلا بد أن تنتهي الكلمة بالراء، فقال وجر. يعني بعض أحيان الشعر يجبر الإنسان على أن يؤخر كلمة مكان كلمة أخرى، لكن في الترتيب الحقيقي تناول الأسماء، وهذا من باب المنطق. كذلك يا جماعة تلاحظوا أن لم يقل رفع ونصب وجر، من للعلامة أين تكون؟ للأسماء، لأن الجر لا يكون في الفعل، ثم بعد ذلك أخذ الفعل والفعل يأخذ الجزم، حينئذ هذه العلامة الأصلية يعني للترتيب الأصلي. وإذا أخر أو قدم فاعلمي أنها للضرورة الشعرية لا أكثر ولا أقل. واضح؟ والذي يدل على ما قلناه، شفتوا حتى ارجع شوف، انزلوا معي امامكم اللوح، شوف بدا بالرفع ثم علامات النصب ثم علامات الخفض يعني الجزم، ثم ينتهي بالجزم، رايتم؟ هذا هو الترتيب الاصلي، يعني ينتهي بالافعال بعلامه الفعل المضارع. نعم. طيب نرجع الان للكتاب، والله يبارك فيكم لان وصلنا للبيت 5 البيت 37 بالنسبة للحفظ. أمامكم بيت 37. أريتك البدر، أنا أريد أن أحافظ على المبتدأ والخبر، البدر كامل. أريتك البدر، هذه فيها فعل وثلاث أسماء، فعل إلى هنا أريتك أو أريتك البدر، أري فعل وفعل، عفوا أريت فعل وفاعل، ك مفعول به هذا اسم، البدرة مفعول ثاني، لكن الخبر الجملة الأصلية لم يأتي بعد، فالجملة غير تامة. أريتك البدرة كاملا، هذه الآن تتم الجملة، لأن أرى
فعل متعدي ليس فقط متعدي إلى مفعولي، لأن أريتك لا عفوا إلى ثلاث مفاعيل، فلا بد من أتمامه بالثلاثة، لابد لأن أصل جملة البدر كامل، شفت أصلها كيف كانت وكيف صار. فدخول أريت هذا فعل ماضي، وهذا فعل أرى، هذا ما ليس مضارع، ما نقول أرى هذا ماضي، من يوري المضارع يوري، أنا أوري، فأنا أريت يعني هذا متعدي لغيري، مش أنا الذي رأيت، سأريك أو سأريك كذا وكذا. فلما أقول أريت، الكاف مفعول أول، البدرة مفعول ثاني، وكامل المفعول ثالث. حينئذ فلا بد في الفعل، الخلاصة الآن، لا بد من الجملة الشرطية من إتيان بجوابها، وبالقسم من الإتيان بجوابه، ومن الصلة من الموصول من إتيان بصلته، ومن الإشارة أن تأتي بالمشار إليه، وبالناسخ أن تأتي اسمه وخبره، وبالمتعدي إلى مفعولين أن تأتي بمفعوليه، والمتعدي بثلاث مفاعيل أن تأتي بثلاث مفاعيله الثلاث حتى تتم الجملة. هذا لو شيء جديد نوعا ما نأخذه اليوم، حتى لا يقال دائما وأبدا نحن ما قرينا الجملة التامة هي الفعل والفعل، هذا الفعل فعل إذا لم يدخل عليه كما قلت لكم ما يوجب الإطالة كالجواب الشرط وجواب القسم وما كنت أذكره الآن. أما إذا دخل عليه ناسخ أو فعل المتعدي، فالمتعدي لابد أن يأخذ حقه، وهو أن المفعول الأول أو الثاني، ولما لا حتى المفعول الثالث كما مشيت الآن. حينئذ ما كنت أقوله الآن سنراه في بعض أمثلة تتجلى فيه كل أشكال الجمل، ولا تكون كاملة إلا عند أتمامها كما سنرى. تفضل يا نبدأ من وراء أختي أم إبراهيم، أي تفضلي. زيادة في التطبيق، ملاحظة عدد الثلاثة. زيادة في التطبيق، هذه أمثلة أخرى مفصلة تحوي كل أنواع الكلام صراحة، بحيث ينعقد الإسناد بأقل التراكيب، حتى لا يظن ظان أن الكلام مؤلف من اسمين فقط أو فعل واسم فقط، مع أنهما ركنان. طيب نبدأ بالسهل، واحد من اسمين حقيقة، الدين المعاملة. الدين المعاملة، أرأيتم ما بين قوسين الخبر قد يكون معرفة، الأصل فيه نكرة، لأن ال هنا لها معنى سامي. طبعا أو الدين النصيحة نفس الشيء، وهذا حقيقة بيني وبينكم يا جماعة، هذا اللي ينقصنا نحن المسلمين اليوم، المعاملة، جانب المعاملة. أنا أتكلم عن نفسي قبل كل شيء، حتى أتكلم عن نفسي. نعم. من اسمين حكما. نعم. الصدق منجي. طيب في شيء من يقول مش ليش ما مقام كلمة حكم هنا؟ ليش قلت حكما؟ منجل ليس اسم؟ لا اسم. شو اسم؟ اسم وتنوينه يدل على اسميته. أتعلمون يا جماعة أن التنوين هو الذي يعني يجعلك تحكمين بأن الاسم متمكن في اسميته بالتنوين، هذا هو المقياس لتمكينه في الاسمية، مش الاسم بس، تمكينه في الاسمية. نعم، لأنه صفة هنا. لا نعم صفة، ولكن لأنه يتضمن فاعل منجم. هذه قاعدة سابقة لأوانها يا جماعة، كل اسم فاعل واسم مفعول يحمل في ظاهره، يعمل عمل الفعل في بعض الجمل، وبما أنه يعمل على الفعل، فعمل الفعل يعني الفعل المضارع. أصلا منجم هي في وزن ينجي، أصلا منجي، شوفوا معايا، منجي ينجي، الضمة تحت الضمة والسكون تحت السكون والكسرة تحت الكسرة والضمة تحت الضمة، منجي ينجي. أحيانا يعني ولا دائما؟ دائما اسم الفاعل له معنى اسم فاعل، فهو في الأسماء يعني، لكن في مقام الفعل المضارع معنى ووزنا حتى في المعنى. بالله عليكم يا جماعة، الفعل المضارع مش يدل على الحاضر والمستقبل، كذلك اسم الفاعل لا يدل على الماضي أبدا. فلما أقول فجاء ضارب زيد، ها مثلا جاء ضارب زيد، أي الذي سيضربه الآن أو سيضربه بعد قليل في المستقبل، ولا نقول عفوا لا ضارب زيد بلاش تنوين، فتكون لا للكل لعموم الأزمنة. أما لو قلنا جاء ضارب زيدا،
أو جاء الضارب زيدا، بالصيغتين هذه المقصود بالحضور أو الاستقبال. يعني إذا لم تكن مضافة وعليه نقيس أسماء الفاعل المضافة، كل اسم فاعل جاء في القرآن أو في السنة جاء مضافا بدون التنوين مثل ضارب زيد هكذا، فدل على الأزمنة الثلاث. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، هذا ما تدل على أي زمن؟ ثلاثة، لأنها لم تكن منونة، ثلاث أزمنة. وفعلا لأن الموت بدأ من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة، فهو فكان ماضيا وهو في كل لحظة فيه نفس تموت، بل في كل عشر لحظة ربما فيه نفس تموت، وسنموت نحن حينئذ. فالموت كائن ماضيا وحاضرا ومستقبلا، لذلك جاءت باسم الفاعل المضاف يعني الغير المنون. فهكذا هذه من ناحية بيانية يا جماعة، هذه بيانيا هكذا تفهم. اسم الفاعل إذا لم يكن منونا وأضيف إلى اسم آخر فيفيد الأزمنة الثلاثة. وقد قال بهذا كذلك الشيخ سامي الرأي الله يحفظه إن شاء الله، حفظه الله، أكد على الجانب هذا. بينما إذا جاءت منونة ثم انتقل جاءت كلمة منصوبة بعدها مثلا كل نفس ذائقة، لو في غير القرآن كل نفس ذائقة الموتى، فهنا تعمل عمل الفعل، فتكون الموت مفعول به منصوب بماذا؟ باسم الفاعل العامل عمل فعله المضارع. يعني كأنك تقولي كل نفس تذوق الموتى، ذائقة في مقام تذوق، ولما قلت تذوق أين فاعلها؟ طبعا الآن مش نرجع لما كنا عليه، شوف الخرجة هاي، لما قلت تذوق أين فاعلها؟ ضمير مستتر، لأن كل نفس هذه مبتدا كله ومضاف ونفس المضاف إليه، بس ما زلنا ما عرفناش الخبر، لكن تذوق فعل مضارع ليس كذلك؟ مرفوع لتجرده من ناصب وجزم، علامة رفعه ضمة الظاهرة على أخيره كما كنا نرى في النظر، لأنه فعل صحيح الآخر، لكن معها فاعلها أين فاعلها؟ مستتر جواز تقديره هي يعود على النفس، مش النفس، ضمير مستتر جواز أين مستتر؟ أي مختفي، أين يكون مختفيا؟ في الفعل، لما يقول تذوق يعني مختفيا في الفعل، أي تقديره هي يعود على النفس. بهذه الحالة جوازا مع هو وهي دائما يكون جوازا، أما مع أنا وأنت ونحن هذا احفظوها، يكون الضمير مستترا وجوبا، هذا ستأتي بالتدرج. إذا كان الفعل مع نحن ومع أنا ومع أنت فالضمير يستتر وجوبا، ومع هو وهي يعني مع الغائبين فقط يكون مستترا جوازا، ومع سائر الضمائر الأخرى يكون بارزا ظاهرا. يكتبان كتبا، الألف هو يكتبون كتبوا، الواو هو الفاعل. حينئذ هذه تقسيم الضمائر مهمة جدا يا جماعة، يعني من حيث استتار الفعل فيها جوازا أو وجوبا، خذيتوها ولا ما خذيتوهاش؟ فنقول إذا كان الضمير يعود على هو أو هي فيكون استتاره جوازا، أما إذا عاد على أنا ونحن وأنت فاستتاره وجوبا. فأنت تقول أنت تكتب، أنت مبتدأ تكتب فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب وجازم علامة رفعه ضم مضارع لأخيره، وفاعله ضمير مستتر وجوبا فيه أي في الفعل، تقديره أنت يعود على المخاطب. وجملة تكتب صارت جملة ولا ما صارت جملة؟ ما قلنا الفاعل فيها مستتر، لأن الجملة تتم بالفعل والفاعل، فلم يعد تلك الفعل فعلا مجردا، بل صار جملة فعلية تضمنت فاعلا مستترا سواء كان جوازا أو وجوبا، يعني صار جملة فعلية. فالجملة الفعلية تلك هي خبر المبتدأ، لأن الخبر لا يكون فعل مضارع مستحيل إعرابا يعني، لكن ظاهريا يكون فعل مضارع، لكن في الحقيقة هو حقيقة يحمل أو حكما. نرجع الآن في قوله صدق منجل، فحكما يحمل فعلا عفوا فاعلا، لأن اسم الفاعل في مقام الفعل المضارع وزنا ومعنى. يعني كأن لما أقول الصدق منجي كأنك تقولين الصدق ينجي وزنا ومعنى وعملا ثلاثة. فمنج نقول هو خبر صحيح لكن يتضمن فاعلا ضميرا مستترا جوازا تقديره هو يعود على الصدق. طبعا هو سواء كان الضمير
الذي يعود عليه عاقل أو غير عاقل ما يهمنا، المهم هو يتصرف معه هو أو مع هي، واضح؟ هذاك علاش قلنا حكما، فكلمة حكم لها دلالتها. الإنسان غير العالم بهذا يمسكين يمر عليها مرة الكرام، مش عارف في حكمتي، ما هي كلمة وعديها يعني. الأخيرة يكون مستترا اللي كتابه مكتوب ولا مكتوب؟ نعم. غير وجوازا ووجوبا الثالثة. ظاهرا. فأما أن يكون ظاهرا هو تقسيم الضمير، أما أن يكون ظاهرا ومستترا هو قسمين، لكن الاستتار بعدين يقسم إلى قسمين الاستتار، فأما أن يكون جوازا أو وجوبا، أما من حيث الضمير أما الظهور البروز يسمى أو الاختفاء أو الاستتار. فيكون ظاهرا مثل كتبت تاء ظاهرة، فنقول ضمير مستتر، ضمير متصل بارز ولكن متصل، هذا من ضمير بارز متصل. أما لو نقول هو أكل فأكل تصبح جملة فاعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر فيه جواز يقدر تقديره هو يعود على من أكل أو على الآكل. طيب فهمنا إيش معنى صدق منجن، يعني إيش معنى حكما يعني. الآن واصلي يا أم إبراهيم من ثلاثة أسماء. من ثلاثة أسماء ضرورة محمد. شفت قال ضرورة تنة ضروري يعني ضروري يعني بلاش بيها ما تكون الجملة تامة محمد. لذلك كلمة ضرورة كتبتها باللون الغامق. محمد رسول الله، الفن مضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. كالكلمة الواحدة. كالكلمة الواحدة. ولكن في الحقيقة يعني ظهورا أو نطقا وكتابة ثلاث أسماء ولا لا؟ فصارت ضرورة. إذا أردت أن نضيفه كان علينا نقول محمد رسول، لكن إذا أردت أن تضيفه إلى الله صارت ضرورة ثلاث أسماء. نعم. من فعل واسم حقيقة ظهر الحق، جملة فعلية وفعل من فعل واسم حكما استقم. استقم أين الاسم؟ أنت. أنت مصر. الآن أعربي مصر. استقم، من منكم يعرف؟ مش بالضرورة أنت لكن تحب تكتب. أنت عندك الأولوية بسرعة بسرعة. فعل أمر وبس، انتهى الأمر، فعل أمر وانتهى الأمر. دعينا نقول فعل أمر مبني على السكون. احنا ممكن نقول منذ قليل الأمر يبنى على إحدى ثلاث، كنت قلتها إما السكون أو حذف حرف العلة أو حذف النون، وبما أن فعل هنا صحيح الآخر فلا يبنى إلا على السكون. فأنا أقول استقم فعل أمر مبني على السكون لأنه فعل صحيح الآخر، والفاعل نحن نتكلم الضمير، ما هو الضمير هنا؟ أنت والضمير، وما أنت يكون الستر واجب أو جائز، فلا أقول والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يعود على المخاطب، تقديره أنت يعود على المخاطب. هذه هذا الإعراب السليم والكافي والشافي. فصارت استقم أليست جملة فعلا وفاعلا؟ فهي حكما فعل وفعل كما رأينا في منجل الضمير ستم فيها. أي واصلي. من فعل أو حرف شبيه به ناسخين. لحظة ترى واسم الحق كان. نعم. من فعل أو حرف شبيه به ناسخين واسمين حقيقة وضرورة، كان الله غفورا، إن الدين الإسلام. إن الدين الإسلام. نعم. شو شبيه؟ نعم عندك حق. من فعل أو حرف شبيه به، به يعود ساعة قبلك على ماذا؟ به على الحرف شبيه على الفعل. من حرف أو شبيه به أي أو شبيه بالفعل يا جماعة. حرف شبيه بالفعل. نعم هكذا يقال عند الإعراب يا جماعة. إن وأخواتها كل أحرف شبيهة بالأفعال. مش معنى شبيهة بالأفعال؟ هذا عند الإعراب هكذا نقول، لا نقول حرف ونسكت، هذا إعراب ناقص، وهذا ما تعلمناه مع الأسف لما كنا صغارا. يقولك شو إن حرف ناسخ، حرف بارع، نقول حرف يدخل على المبتدأ فينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ليس كذلك، لكن ما يقولوش حرف شبيه بالفعل. لماذا نقول شبيه بالفعل؟ لأن معناها لا يفهم إلا بإتيان فعل مرادف لها. فإن بمعنى أؤكد، إيه ليت بمعنى أتمنى، لعل بمعنى أرجو أرجو، لكن بمعنى أستدرك، وهكذا. الأسماء فاضل واحد آخر ما قلتهاش ولا لا؟ يعني هما ستة. عسى لا عسى ما يشمل من أخواتي. نعم كأن بمعنى أشبه
أحسنت، هذه الأخيرة كأن أشبهه، حينئذ أنا لا أستطيع أن أفهم هذه الأحرف إلا بإعادتها إلى أفعالها مرادفة، فهو حينئذ شبيه بالفعل. فلما نعرب يا جماعة نقول مثلا ليت هذا حرف ناسخ شبيه بالفعل ينصب الاسم ويرفع المبتدأ، وبعدين نقول مبني على الفتح مثلا، وندخل في الاسم الذي سينصب في المبتدأ، يعني فهمتي هذا ايش معناه حرف أو شبيه به ناسخ. بس هنا لما اعطينا مثال ما اعطانا مثال كمان، مع يعني قلنا من فعل او حرف شبيه به، والمثال هون كان لا اعطيت المثال موجود امامك، انا رجع بيك، كان الله غفورا هذا فعل ناسخ مش حرف، لان كان اخوات افعال مش مثل ان واخواتها، هذا فعل ناسخ. هل نقول فيه فعل ماضي ناقص وناسخ في نفس الوقت؟ فعل ماضي ناقص وناسخ. طيب ليش يقولوا ناقص؟ لأنه لا يكتفي بمرفوع، والناقص يطلب الزيادة، ما هو شبه الناقص مثل المريض، المريض ما يصح من مرضه إلا ما يأخذ الدواء، والدواء ليس ذلك زيادة فيه، يعني حاجة زيادة ما كان متعود عليها أو سيأخذها عرضا، ثم مش دائما وأبدا، حينئذ هو ناقص. فالناقص معلول نعم يطلب زيادة، والزيادة هذه تتجلى في الخبر، لم يكتفي بمرفوع بل أخذ منصوبا، شمتوا؟ ثم سمي ناقصا لعدم دلالته على الحدث، أو أن الحدث فيه، طيب لما نقول كان في خبر كان أو كان، هل هناك حدث؟ يقول مثلا كان الولد مجتهدا، كان في خبر ماضي، حين هذا الحدث ما نتكلمنا على حدث طرأ جديدا، أو حتى أخواتها، ليس الولد مجتهدا، هل في حدث؟ يعني ما في حدث، يعني الحدث ما هو مجسد مثلا أكل وشرب وأخرج ودخل، هذه كلها أحداث، لكن كان وأخواتها تفتقد الحدث، لذلك سميت ناقصة. ثم كذلك لا تكتفي بمرفوعا بل تطلب منصوبا، والذي يطلب المنصوبات يكون ناقصا، لأن المنصوبات فضلات، احنا قلنا هذا الكلام، كل المفاعيل والمنصوبات فضلات في الجملة عند النحويين، ولو كان أتم الكلام بها أتم، احنا قلنا أتم، لكن الكلام التام في ماذا يكون؟ في الفعل والفاعل فقط، أو المبتدأ والخبر، وما زاد عنه يسمى أتم، يعني ما احنا في حاجة لمؤكدة يعني. فالمثال الثاني تسألي تقولي ما فيش، المثال الثاني هو حرف شبيه بالفعل وهو إن، حينئذ أعطيتك مثال في فعل، وفي مثال ثاني حرف شبيه بالفعل وهو إن الدين الإسلام. نعم زي الآن من فعل وثلاثة أسماء ضرورة، أريدك قلت ضرورة رغم أنه ثلاث أسماء، يعني بلاش ثلاث أسماء الكلام لا يكون تاما عند النحاة. لماذا؟ لأن أكيد الفعل سيكون متعديا وهو نعم علمت الله واحدا، هذا فعل يتطلب مفعولين، فعلمت فعل وفعل، الله مفعول أول منصوب على التعظيم، والمفعول الثاني واحدا، وأصل الجملة ماذا يا جماعة؟ الله واحد، شفتوا كيف؟ فعلمت تعتبر من النواسخ كذلك، إيش معنى نسخت حكم المبتدأ والخبر، فصار المبتدأ اسما مفعولا أول، وصار الخبر مفعولا ثاني، أليس هذا نسخا؟ هذا إيش معنى نسخا؟ نسخ معناها كون المبتدأ والخبر سالمين، مبتدأ لحاله والخبر لحاله، يدخل عليها كان يصبح الأول اسمه والثاني خبره، تدخل إن الأول اسمه والثاني خبره، تدخل فعل متعدي ولمفعول الأول ومفعول ثاني، يعني يتغير الإعراب، هذا اسم معناه ناسخ. نعم من فعل وأربعة أسماء ضرورة، سبحان الله، أربعة أسماء ضرورية. نعم أريتك البدر طالعا، هذا قلته منذ قليل، واصلي. طيب من فعل مقدر واسمين أحدهما ظاهر والآخر مضمر، يا موسى أرأيتك، يا جماعة هذا كثير يغلطوا فيها، يقول لك يا موسى، تو هذه جملة تامة؟ نعم تقديرا، قلت أنا تقديرا ولا لا؟ على تقدير فعل بدل حرف النداء، على تقدير نعم مضمر، يعني شوف كلمة يا بمعنى أنادي أصلا، طب ليه بدل يا بياء أنادي حتى نشوف الجملة تستقيم ولا لا؟ واصلي بدليها، بدل أداة النداء بأنادي، أنادي موسى، جملة تامة ولا؟ تامة، شفته؟ فيا موسى ولا أي فلان تنادي بيا أو بآية، يعني بحرف نداء، وأتيت بالمنادى فالجملة تتم، لأن معناها أنادي فلانا، فأنادي فلانا صارت تامة. فحرف النداء مع أن توظاهريا حرف هذا يا
وبعدين اسم، واحنا نعلم اخذنا في كمعلومات اوليه قلنا الحرف والاسم لا يكونان جمله، لكن مع النداء يكونان جمله، لان التقدير تقدير اداه النداء هو فعل مضارع، هو انادي او اهتف، انادي احسن، هي انادي موسى. نعم. من اسم وجمله فعليه الحق يعلو. ارايت قلت جمله فعليه في يعلو، ما قلت فعل مضارع، لأن لو قلت من اسم فعل مضارع كأنني فيها إيحاء أن الخبر قد يكون فعلا، لا أبدا، الخبر يكون جملة فعلية نعم، جملة اسمية نعم، شبه جملة نعم، اسم مفرد نعم، لكن فعل مضارع لا، فلا بد من الفعل أن يصحبه فاعل مستتر، ضمير مستتر، وهو في قولنا الحق يعلو. لو علمنا يعلو صحيح، احنا في البداية نقول يعلو فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب وجازم، علامة رفعه الواو الضمة المقدرة على الواو. ممكن تقول لكم في البداية الواو ثقيلة على الواو ولا لا؟ شفتوا كيف؟ علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو، الواو المانع من ظهورها الثقل. ثقيلة نقول يعلو، هذا كيفاش الإعراب؟ نقول المانع مضر الثقل. نعم، والفاعل ما ننسوش هذا، هذا لاني عملت نصف الإعراب، النصف الثاني الآن، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الحق. احفظوا الصيغة هذه، تقديره هو يعود على كذا، تقديره هي يعود على كذا، يعني قدر الضمير الموجود الموجود في الجملة. نعم. نعم. والجملة الفعلية، هذه ما قلتهاش أنا، والجملة الفعلية يعلو في محل رفع خبر المبتدأ الحق بين قوسين. أحسنت يا أم. من اسم وجملة اسمية الظلم آخره ندم. نعم، آخره ندم، فكلمة آخره لو عربنا هذه لما قلت بأن جملة اسمية يعني اسم وجملة اسمية، معناها هناك مبتدأان، فالظلم مبتدأ أول، آخر مبتدأ ثاني ومضاف ولا مضاف إليه، ندم خبر المبتدأ الثاني، والجملة الإسمية آخره ندم في محل رفع خبر المبتدأ الأول. لكن الظلم آخره ندم ليس كقولك الظلم الظلم جاعل الظالم، الظلم ظلمات، لا 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 بدنا بأسلوب آخر، الظلم جاعل الظالم نادما، الظلم جاعل الظالم نادما، هذه أم محمد مشتركها لي، جاعل لا نحن ما نتكلم على الصرف، الظلم مبتدع، جاعل ماذا تكون؟ جاعل اسم خبر، خبر ايش فيك متردده مترددين؟ يعني ما يملي ولش فعل ما يكونش ماهوش اسم هو؟ اسم خلاص، والخبر يكون الاسم. الظلم جاعل، الظلم مبتدع جاعل خبر. اي نعم، اسمعني منيح الان، قلت جاعل الظالمه، الظالم مفعول به منصوب باسم الفاعل العامل عمل فعله المضارع، جاعل الظالم طبعا، لأنه ما قلنا ظالم منصوب لابد من له من عامل ينصبه، من الذي نصب هنا الخبر؟ هذا اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل ألم أقل لكم منذ قليل يعمل عمل فعله المضارع، كأنك تقولين الظالم يجعل الظالم نادما، أو عفوا الظلم يجعل الظالم نادما، أليس الجملة سليمة الآن؟ هي نفسها. وألم أقل لكم منذ قليل كذلك أن الاسم الفاعل دائما هو في الوزن والمعنى والإعراب هو الفعل المضارع بعينه، وهنا أفاد الحضور والاستقبال لأني نونت الاسم، قلت جاعل الظالم نادما، ونادما تكون حال، حال منصوبة كذلك باسم الفاعل هو الذي نصبها. أرأيتم اسم أين الفاعل؟ ما زال الإعراب، أين الفاعل؟ ما دام قلت مفعول به منصوب كيف أتجرأ أعرب مفعول به منصوب ولم أعرب بعد الفاعل؟ نقول الفاعل ضمير مستتر في اسم الفاعل جوازا، نعم يعود على الظلم.
شفت الجملة قديش يعني هي صعبة صحيح في البداية، معقدة الآن، لكن راح تنحل العقدة إن شاء الله. إحنا لسه بنا معقدة. ما هذا الدرس اللي بكثنا فيه قرابة 5 أشهر. والله الدرس هذا أعمال، اسمعوني يا جماعة، مش فقط اسم فعل، هناك أسماء 7 تعمل عمل الفعل، هذا واحد منهم. هذا واحد منهم. بقينا من نوفمبر ولحد الآن، طبعا الحصة جاية مش تكون 100% الأخيرة. وبعقبت بعدين بالفعل التعجب، لأن فعل التعجب واسم التفضيل هو اسم السابع الذي يعمل عمل فعله، هو اسم التفضيل، اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، صيغة المبالغة، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، وشو السبعة؟ لا، واسم الفعل، واسم الفعل، هذه السبعة، لأن ثم اسم فاعل واسم الفعل، 7 أسماء. فعل التعجب مش داخل، لأن ذاك فعل، احنا نتكلم على الأسماء التي تعمل عمل الفعل. تقول مثلا أمحمود أنت، أمحمود أنت، محمود نعرفه مبتدأ صحيح، كل واحد مش يقول لي مبتدأ، لكن أنت ما عادتش خبر، صارت فاعل، نائب فاعل، سد ما سد الخبر، لأنك احنا ماذا قلنا؟ طبق دائما يعمل عمل فعلي، واسم المفعول ما فعله؟ يكون فعل مضارع مبني للمجهول. أتحمد أنت، لما أقول أتحمد ماذا تكون أنت؟ نائب فعل. فدائما نوصيكم، ما زين هو بعيد، بعيد جدا الدرس، لكن إذا قلنا الاسم يعمل عمل فعلي شو تعمل أنت؟ حولوا فعل مضارع، تو يستبين لك الأمر، بل يسهل لك الإعراب. شوف أنت كان في اعتقاد، أنا متأكد هذا، إذا كان هدانا ربي وألهمنا وقلنا وأجبنا الإعراب المعهود يعني، فنقول أنت هو الخبر، ما قلنا أمحمود، محمود مبتدأ، نقول أنت الخبر، لا تتغير. وما الذي غيرها؟ حرف الاستفهام، هناك مسوخ. أصلا ما الذي أتى بالمبتدأ نكرة وجاء في مكانه؟ احنا مش قلنا المبتدأ لابد أن يكون معرفة؟ قلنا هذا ولا؟ لكن تبهناش من هذه الصيغة، قلنا أمحمودا، جاءت نكرة وفي مكانها. أقول مسوغ المجيء مبتدأ دخول حرف الاستفهام عليه، فإذا دخل حرف استفهام أو حرف نفي صح أن يأتي المبتدأ نكرة وفي مكانه. أقادم أبوك أو أبوك؟ يقال لم يقالش، كأنك تقولين أيقدم أبوك، فأبوك تصبح فاعل وليست هي الخبر لأنها تنقلب. طيب نرجع الآن، هذا خرجنا على الموضوع. من جملتين فعليتين ضرورة، مثال أسلم تسلم. لو أردنا هنا جملة طلبية وقلنا أسلم لا يجوز، لأن أردنا بها الطلب، هذه يسمى جملة طلبية. افعل مثلا كقوله تعالى قل تعالوا أتلوا، قل تعالوا، هذه قل تعالوا هذه جملة غير تامة لأنها طلبية، لابد من قولك أتلوا حتى صح الكلام، الطلب كالشرط تماما، يتطلب جواب الطلب كالشرط تماما، يعني كأنك تقول أسلم، إن تسلم تسلم، هي يعني أخت الجملة الشرطية، وسنراها لما نصل إليها، يعني نقدر نحول الجملة الطلبية إلى شرطية والشرطية إلى طلبية. الطلبية ما هي الأمر؟ لا، هذه نوع من أنواع الطلب، 8 أنواع الطلب. لعل الله يرحمني فأدخل الجنة، هذه جملة كذلك طلبية، أين نوع الطلب؟ الرجاء، دخول فعل الرجاء قبل الجزء الأول فيه فعل الرجاء، فاء والفاء تسمى هنا فاء سببية، فأدخل الجنة، ليت شباب يعود يوما، أكملنا، ما معروف البيت هذه، فأخبيره، لأن الفاء سببية، يكون الفعل مضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا بعدها، بعد الفاء هذه، يعني والتقدير، فأن أخبره بما فعل بي المشيب، رغم تقرؤهاش مضمومة يا جماعة، كما قلتها الآن، فأخبره. من جمل ضرورة في إذا زلزلت الأرض صورة، يعني الصورة المعروفة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يا جماعة لو ركعنا في هذا رهرك يوشك أن أقول لك، أكاد أن أقول لك أنك كأنك لم تأتي بصورة، لم تقرأ بشيء،
لماذا؟ لأنك اخترت سورة ولم تأتي يعني كل شروط هذه إذا أليست لها فيها معنى الشرط؟ يقول لك إذا فعلت كذا يكن كذا، أو أعطيك كذا أو كذا يكون مقابل كذا. أين الجواب؟ إلا إذا وصلت يومئذ تحدث أخبارها. شفت؟ إذا زلزلت الأرض زلزلت وأخرجت الأرض أثقالها، وقال يعني كأنك تعيدنا إذا رأي هذا في المعنى، كأنك تقول إذا زلزلت الأرض زلزلت وإذا أخرجت الأرض أثقالها وإذا قال الإنسان ما لها. وبعدين يأتي الجواب يومئذ تحدث أخبارها. ويا سلام لما تصلون إلى التنوين في يومئذ، هذا التنوين قالوا فيه العلماء هذا تنوين معوض عن جمل. اللي حضرنا معايا الأسبوع الماضي في بدر، احنا وصلنا هنا أصلا في لما وصلنا لعلامة الاسم في التنوين. هذا التنوين في يومئذ هالكسرتين يعني إذن ذن هذه تعوض الجمل التي قرأناها، يعني كأنك تقولين يعني مفاد الكلام يومئذ تزلزل الأرض بإعادة جمل، يومئذ تزلزل الأرض زلزالها وتخرج الأرض أثقالها ويقول الإنسان ما لها تحدث أخبارها. فذن هذا التنوين الكسرة الثانية عوضت تلك الجمل التي قيلت حتى لا تتكرر يحصل التكرار. هذا يسمى تنوين عوض. والتنوين العوضي تنوين العوضي ينقسم إلى 4 أقسام، فهو يعوض حرفا ويعوض كلمة ويعوض جملة ويعوض جملة جملا. يعوض ماذا؟ كلمة والله الأحسن جيبي هيك الآلة المسجلة. يعوض حرفا وكلمة وجملة وجملا. هذا سنراه لما قريب، ليس بعيدا إن شاء الله، بعد أسبوعين 3 نصل إليه بإذن الله تعالى. هذا التنوين فقط العوض، وللتنوين 10 أنواع. هذا التنوين اللي احنا ننظر له هيك بس كستين ضمتين لما نصل فيه كذلك فيه حلاوة، والله فيه نكهة يجدها الإنسان. ماني وعدكم قلنا لك حتى يفهم الإنسان القرآن ولما يقرأ بتأني، فقط التنوين يقف عليه باش يبين نوعه شو هو. الألف واللام هذه للتعريف يقف عليها باش يبين نوعها، لأن كذلك الألف واللام لها أنواع، هي للجنس وللعهد وللماهية، هذه ألبة فقط. فلما الإنسان يقرأها يتلذذ ويبدأ يسأل في نفسه، يعمل امتحان لنفسه، قال ماذا تفيد التنوين هنا، ماذا يفيد هنا يدخل في الله ويبدأ يدغدغ المشاعر، وربما يحيلك إلى البلاغين وتولي تقتني الكتب وتولي تسألي وتبحثي. هذا هو القراءة الذي يراد منها في قراءة القرآن، قراءة المؤلف. نعم. ومن خلال هذه الأمثلة فكل جملة تقدمت هي تامة الشروط وتسمى بالترتيب الإسنادي. فكل من الخبر والفعل يسمى. أريد هذه كلمة قولنا كل، هذه من عند كل وبعض، هذا التنوين فيها تنوين عوض عن كلمة. يعني كأنك تقول وكل جملة، هاك جملة لفظ جملة، هذه كلمة ولا مش كلمة؟ فعوض أن يقول فكل جملة، يقول فكل. لما يقول رب سبحانه وتعالى فكل وكل آتيه يوم القيامة فردا، ماذا يقصد بكل؟ أي وكل إنسان. أرأيتم من تنوين في كل عوضت كلمة ولا لا؟ عوض أن يقول وكل إنسان، قال وكل. هنا ندرك أن التنوين يعب. احنا مش قلنا المبلغة العربية مبنية على الخفة، على ترك الثقال، على فهم معاني الكلمة من خلال بس حركة تعوض الكلمة. فعوض أن يقول وكل إنسان يأتي يوم القيامة، قال كل، من مقصود به كل إنسان طبعا أو كل مخلوق، فهمتي؟ فعوضت كلمة حينئذ. كذلك بعض. نعم. وكل من المبتدأ والفاعل يسمى مسند إليه، فلفظ الإسناد يسمى مسندا. وين أنت؟ فين؟ لحظة فكل من الخبر والفعل يسمى مسندا، مثل مش مسندا إليها. أنت هل تقرأين فكل من المبتدأ والخبر ولا لا؟ يسمى مسند مسبوطا. لا 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 لا، خليها تقرأ الجملة، ماشي صحيحة. فكل، أعيدي، فكل من الخبر، فكل من الخبر والفعل يسمى مسند مسندا مسندا. يعني لأن نائب الفعل ضمير مستتر، يسمى هو ماذا؟ يسمى مسندا. فمسند تكون مفعول به منصوب يا جماعة، ليس نائب الفعل هنا ضمير مستتر جوازا، تقديره هو. مثلا أقول هو يسمى محمدا، مثلا على شخص تكلم هو يسمى، لا نقول هو يسمى محمد، هو يسمى
كأنك تقول أسميناه محمدا. شفت كيف؟ فرد بالنا في هذه، يجتمع علينا بين النائب الفاعل وبين المفعول، أو بين الفاعل والمفعول، لا هذا هنا مفعول. وكل أكملي، وكل من المبتدأ والفاعل يسمى مسندا إليه. كذلك تصلح هذه. فلفظ الإسناد مهم نعم، الإسناد مهم حفظه وفهمه. وين أنا ما عنديش ضم الدال، ما عنديش أنا. فلفظ الإسناد مهم، فلفظ الإسناد مهم، نعم مهم حفظه وفهمه. شفت هذه مهم حفظه، حفظه ماذا تعرف؟ فاعل مرفوع بمهم، يعني يهمنا حفظه. شفت اسم الفعل يعمل عمل الفعل، مهم هذاك عش قلنا مهم حفظه، ولا نقول حفظه أو حفظه، مهم حفظه أي يهمنا حفظه. بس أنت إذا كان شكيت في شيء أبدل اسم الفعل بالفعل المضارع، دائما هذه النصيحة سيستبين لك يعني يقرب لك المعنى، وستدركين أن ما بعده قد يكون أما مرفوعا أو منصوب، في الغالب يكون مرفوع. نعم. الفاعل هو اسم الفعل، في اسم الفاعل بيكون ضمير مستتر. نعم. دائما الفاعل لاسم الفعل بيكون ضمير مستتر. الفاعل لاسم الفاعل مثلاً. أعطيني مثال حتى نفهم كلامك. لا قبل كده حضرتك قلت الفاعل دائما بيكون ضمير مستتر. أنا ما قلتش دائما، يعني في تأتينا حالات مش في كل مرة. نعم في اسم الفاعل وفي اسم المفعول قد يكون مستترا، نعم قد يكون، لكن مش دائما. مش دائما طبعا، يعني مش في كل جملة لا نحكم عليها، ما فيش حاجة دائمة يا أختي، ما فيش في قاعدة دائما، يعني تأتي حسب سياقنا في الجملة. أكون مجاعل ظالما نادما، أي الفاعل ضمير مستتر، هنا ضمير مستتر، لأننا كيف وصلنا إلى المفعول به؟ فلا بد قبله أن يأتي فعل. بلين في شي جملة يا جماعة جينا جملة فيها مفعول به ولا يكون هناك فاعل؟ مستحيلة هذه مستحيلة. وهنا الفاعل ضمير مستتر صح، فأنا أقول الظلم، أعيد الجملة، الظلم جاعل الظالم نادما، مش جاعل، رد بالك صحي، جاعل. لو قلت جاعل تصبح جاعل الظالم، بلاش تنين بضمة واحدة، تصبح ما بعد مضاف إليه، ما عندك خيارين، إما تقول جاعل الظالم كما كقول تعالى جاعل الليل سكنا مثلا، أما تقول جاعل الظالم أو جاعل الظالم. للفظ المفرد تعريفات مختلفة في بعض أبواب النحو، تأتي في إبانها. ففي باب الكلام هنا الكلمة الواحدة وضدها المركب، فإن دلت على معنى فهي قول مفرد، وإن لم تدل فهي لفظ مهمل. وعند المناطق ما لهم المناطق علماء المنطق، ما لا يدل جزءه على جزء معناه، على جزء معناه، أيوة. كزيد فإن كل جزء منه، أي كل حرف من أحرفه ثلاثة إذا أفرد لا يدل على شيء أو جزء مما دلت عليه جملة الحروف، بخلاف قولك غلام زيد، فإن كلا جزئيه غلام وزيد دال على جزء معناه. فالمثال الأخير يسمى مركبا لا مفردا. وقد ساق الشارح رحمه الله أمثلة متنوعة عن اللفظ المفرد من اسم وفعل وحرف، تمهيدا للدرس القادم المسمى بأقسام الكلمة. شفت يعني فيه ذكر كذلك، يعني هل أنه أتينا ببعض المفردات متنوعة اسم وفعل، هذا تمهيدا فعلا للدرس القادم أنواع الكلمة، لأن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. لكن أنا أردت أن أتوقف هنا قليلا، أكيد أو شبه أكيد البعض منكم ما فهمش تعريف المناطق. قالوا الكلمة هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. تو نأخذ مثال، هذا تعريف جميل يا جماعة والله، هذا كانش أتيت به، لأن حتى النحات يأخذونه ويضعونه في كتب النحو. تو مثلا نأخذ اسم خالد، كيف أعرف أن كلمة أن اسم خالد هي كلمة لفظ مفرد؟ كيف؟ قال إذا كانت حروفه حرفا كل حرف من اسمه لا يدل على جزء اسمه، هذا إيش معناه جزء معناه؟ تو بالله عليكم لما أقول خاف، هل بالضرورة سأنطق بخالدة؟
هل تفهمون أني سأنطق بخالد؟ قد يكون قد أنطق بخير. خولة. نمشي للألف، لو نطق بالألف وحده هل يدل على اسم خالد أو حتى على جزء من اسمه؟ مش اسم خالد طبعا، لا، لأني يعني قد أنطق بكلمة تبدأ بالألف، أمان أو إيمان. لما نمشي لله هل بالضرورة أقصد بها خالد، ليل، ليلى، وغير ذلك، كذلك الدال، وهكذا. حينئذ كل حرف إذا جاء أخذنا الكلمة وجزأناها وفككناها ثم نطقنا حرفا حرفا، هل يدل ذلك الحرف أو يسمى جزء على معنى الكلمة؟ لا، هذا هو التعريف. وقال ما لا يدل جزءه أي حرفه على أحرفه الكلمة. هذا ايش معنى على جزء معنى؟ هذا لفظ المفرد بعينه، قسوا على أي مفرد. قال هل نطقت بالقاف؟ هل معنى ذلك سأنطق بالقلم بالضرورة؟ يعني قد أنطق بالقمر عوض القلم، وهكذا كل حرف. حينئذ هذا معنى التعريف. بينما في الغير المفرد في المركب لو قلنا غلام زيد، فكلمة غلام لوحدها هي جزء من جزئين. هذا شوف الفرق بين المفرد والمركب. فالمركب ماذا هذا مقتضى الكلام الآن. المركب ما دل جزءه على جزء معناه، أي على جزء من معنى. أما الكلمة المفردة هو ما لا يدل جزءها على جزء معنى، أي ما لا يدل حرف منها على بقية الأحرف المتركبة منه. هذا تعريف المناطق، وهو تعريف سليم تعرفون به الكلمة. مفهوم الآن ولا لا؟ إن شاء الله تكونوا. وهكذا كل إنسان يأخذ من اسمه ثم يجرد يقطع الاسم حرفا حرفا ويقول تو بلا اسمي مثلا شعر فاطمة، هل الفاطمة فاء تدل على، وهكذا كوثر، الكاف تدل على كوثر؟ لا. حينئذ هذا هو التعريف بعينه، ما لا يدل جزءه على جزء معنى، بينما المتركب ما دل جزء او احد اجزائه على اجزاء معناه، وهكذا. نعم، نرجع الان للكتاب. امثله للمركب غير المفيد. نعم، مدينة الإسكندرية. أرأيت يا أختي الأسبوع الماضي كنت تقارعيني أنت وصاحبتك، يعني تقول لي كيف ما إسنادك قال غير مفيد، وأتى بالمضاف المضاف إليه يوحي. لكن لا، أنتم نسيتوا قضية الحدث. تو لما قلوا عبد الله ما فيش حدث، بينما تركيب هذا في تركيب إضافي أو باب القسمي أو أمة الله أو باع. لو قلنا عابد الله، ها؟ لو قلنا عابد الله، هذه التركيب، هذا جملة صحيحة. عابد، لا 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 لا، اسمعني، لو قلنا عابد الله جملة صحيحة، أما عابد الله هو ممكن لأنه مضاف ليس إليه. نعم، لأنه مضاف إليه، كل مضاف ومضاف إليه. مهما حاولت أن تأتي بأي جملة كانت ما دامت مضاف ومضاف إليه فهي كالكلمة الواحدة، ليست فيها إسناد. أما عابد الله أسند العبادة لأنها تعدت حصل إلى مفعول به، تصبح الله منصوبة ما عادش مرفوعة حتى. فيلا مدينة الإسكندرية. نعم، عبد الله بذاته. نعم، حضرموت. لو أنصف الناس، أرأيتم لو أنصف، هاي جاءت جملة نصف الجملة الشرطية، اعتبره كلام غير مفيد. إذا جاء الشتاء، نفس كقولك إذا جاء نصر الله، ما هي نفسها، هي نفسها في نفس الميزان يعني. نعم، مهما أخفى المرائي، مهما، هذه أداة شرطية، اسم شرط أصلا، واسم شرطي يقتضي جوابا. تمام الجملة، مهما أخفى المرائي فسيفضح مثلا أو يفضح، لما تأتي بالجواب، لأن المرائي يخفي يختفي سيفتضح في يوم من الأيام، نعرفه مرائي مثلا. ما قال الرجل من عمل تليفون، شوف كنت تعمل، قال لي كنت نتفل. تبقى كان يكون مثلا نصلي احسن شوي يعني، اما نتفل كانه يحب يقول انا اللي يسمع، مش فقط تعمل في الفريضه هاي، حتى النفل ندير فيها يعني. نتنفل. اي نعم، ان طلعت الشمس. شفتوا يعني كثير من الجمل الشرطيه هذا كله كلام غير مفيد لغياب ماذا؟ الجواب. نعم، اسئله الان على ما تقدم. ما هو الكلام؟ نرفع الرؤوس، والكلام في الرؤوس. من الشرح. آه لا لا، نعم نعم، مثل خمسة أمثلة من الشرح. يلا يا أختي أم وسيم، مش وسيم، سميح. أمثلة الشرح في المركب غير المفيد متنوعة،
بعضها من الكلم وآخر من بعض الكلم بين الكلمة والكلم، نستعرضها في الدرس إن شاء الله. نستعرضها في الدرس، هذا درس أين عوانه؟ أعطينا من ياتيكم مثال، أعطينا مثال فيها بعض الكلم. احنا فيها أربعة كلمات، فيها أربعة ألفاظ لابد من حفظها، فيها كلمة، كلام، كلم، بعض الكلم. الكلمة خلينا نمشوا بالسهل، كلمة لا لا ارفعوا الرؤوس، ارفعوا الرؤوس يبارك فيكم. الكلمة مثال في كلمة، الباب خالد مش راح تنام تعبت. كلمة يعني اسم الأسماء. طيب الآن كلام، كلام ولا كلام؟ قلت كلام، كلام. ثلاثة. ها؟ ذهبت إلى المدرسة. أعطينا أعطينا أدنى شيء يعني فعل، ما قلنا الفعل، فعل وفعل وتدو خبر. الرحمن جاء. لا كلام، هذا ليس كلام أحمد، هذه كلمة، هذه كلام لابد من أن يتألف من مبتدا وخبر أو فعل وفاعل. الله ربنا، محمد رسولنا، السماء فوقنا، الأرض تحتنا، هذه كلها كلام. جاء الولد، جاء الولد، نسينا بسرعة بسرعة. هذه كلام. الآن الكلم مثال في الكلم. جاء الولد ضاحكا، جاء الولد ضاحكا، هذا كلام، هذا كلام وكلم في نفس الوقت. ايوه كلام وكلم، لانه زاد طيب. الافاده. اعطيني كلم لا يفيد انت نفسك، انت لانك الجمله اعطيتيها كلام مفيد، كلام ومفيد معناها معنى ذلك انها كلام وكلم، صح ولا لا؟ معايا ما، لان الكلام هو ما دل على يعني ما استجاب للشروط الاربعه، ثم كانت اقل احرف اقل كلمات اثنتان، انت اتيتي باكثر من اثنتين ودلت على حينئذ فهو كلام من جهه افاده المعنى وتجاوز الكلمتين، ثم هو كلم لانه يعني فات ثلاثه كلمات او من ثلاثه فاكثر، دل او لم يدل هذا الكلم. اعطيني الان مثال على كلم ولا يدل على معنى. السماء والارض والطيور مثلا، مثلا صح، السماء والارض والطيور، لم تحكي، لم تاتي بالخبر ما حال هذه السماء، او تقول اذا جاء نصر الله الى حضرموت، الى حضرموت. لا هذا ليس كلاما، لان الى لان الحرف والاسم لا يؤلف كلاما ولا كلما. هذا هو، انت اجبتي، خلينا نقولها مش مشكل لانكم مش ربما تتوقفوا، هذا هو بعض الكلام وقد قلت هذا هو بعض الكلم. بعض الكلم نعم، هو ما تركب من حرف وفعل او من حرف واسم. انا قلت الى حضر إيه، هذا مشكل الكلمات. كلمه واحده، لان التركيب المزجيه كلمه واحده. انت اعتبرتي حضره وحده وموت وحده، هل تكتب كل كلمه لوحدها؟ ما هي كلمه واحده، قلنا التركيب المزجي يكتب كلمه واحده هكذا لاصقه ببعضها وتعرب كالكلمه المفرده بالضبط. فنقول هذه حضرة موتى، زرت حضرة موتى، مررت بحضرة موتى، صح؟ لا طبعا صح، ما لا سهل. نعم الآن في نفس الوقت أجبنا على بعض الكلم، فبعض الكلم ما تركب من حرف واسم أو حرف وفعل، لأنه هو بين شوف بين الكلمة يعني أعلى شوية زادت حرفا والكلام والكلم، خاصة بين بقول بين الكلمة والكلام، لأن الكلام أقل ما يتألف منه كلمتين مسندتين، لكن هنا الكلمتين ليستا مسندتين. أخت كوثر فاهم علي إن شاء الله. عذرا، المدينة المنورة هل هذا تركيب إسنادي ولا غير إسنادي؟ لا هذا كلام تقديرا، تقديرا يعني إذا قدرنا جملة صحيحة نقول هذه المدينة المنورة، لأن المنورة الصفة والصفة لا يكون فيها كلام مسند، يعني لا تقتضي إسنادا، هي تابع لذلك تسمى توابع تابعة للكلمة التي قبلها. فمقتضى الجملة أو أصل الجملة أن تقول هذه المدينة المنورة، حينئذ المبتدا محذوف جوازا، لذلك قلت هذا كلام تقديرا. هذا يشبه قولي، يشبه قولي ما اسمك؟ تقول اسم مثلا فاطمة، فقط فاطمة، هذا يسمى كلام تقديرا ولا لا؟ اسمي فاطمة، تقدير يعني قدرنا المبتدا محذوف، اسمي فاطمة، هل حفظت كذا وكذا؟ تقول نعم، هذا كلام تقديرا استنادا الى لما قبلها يعني سياق السؤال حتى لا يعاد فقط. حينئذ فمدينة الإسكندرية او المدينة المنورة هذا جملة تقديرا، يعني بعدين تقول والتقدير جملة هذه المدينة المنورة، لأن المنورة فضلة، التوابع فضلات،
صفة نعت، يعني احنا وصفناها بكونها منورة، أنيرت بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ميتا أو حيا. سؤال الشارح، ما هو الكلام؟ هو الذي تألف من لفظ مركب مفيد وموضوع، والمقصود من الموضوع منطوق بالعربية ويعني مقصود إفادة السامع به. ما معنى كونه لفظا بدون النظر للكتاب؟ ما معنى كونه، ما هذا الركن الأول، ما معنى كونه لفظا؟ هو سيسأل يعني ما معنى كونه لفظا، وبعدين ما معنى كونه مركب، إلى 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 آخر ما هو ما اشتمل على حروف الحروف الهجائية، يعني ما اشتمل على صوت مركب من حروف هجائية أو مؤلف من حروف هجائية. ها مؤلف كونه لفظا أي كونه منطوق بالحروف الهجائية العربية، ويخرج منه الإشارة وال ها غير اللفظ. لا 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 لا, 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 لا. اي طبعا احنا نقول منطوق، قلنا منطوق هو الذي ينطق بالحروف العربيه، هو الصوت المشتمل على بعضها بالضبط، هذا في الكتاب جاء، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف العربيه، حينئذ لما نقول مشتمل على بعض الحروف يعني فسيكون منطوقا. طيب ما معنى كونه مفيدا؟ يحسن السكوت بان يحسن سكوت المتكلم عليه وتحسن افاده السامع. نعم. وما معنى كونه مركبا؟ كلمتين فما فوقتين او اكثر، مركبا اي من كلمتين مسندتين فاكثر، ولما نقول مسندتين يعني يدخل فيها الفعل والفاعل والمبتدا والخبر. ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي؟ هي جزء من الاجابه فيه، يعني اي منطوق بالكلام العربي. ثم اذا اردنا ان نضيف التعريف الثاني او المعنى الثاني فنقول والمقصود به افاده السامع. مثل بخمسة أمثلة مما يسمى عند النحاة كلاما. نأخذ مثال واحد يسمى لما يسمى، طبعا نأخذ حديث نبوي أو آية قرآنية، جزء من آية. الله ربنا. نعم. طيب أنواع الكلام، أنواع الكلام خمسة وستة ما لم نقرأها، الخمسة قرأناها ولا لا؟ السادسة فقط. نعم السادسة للشواهد، سأقرأ أنا الشواهد لأن كل منظومة أنا أبيات شعر. الشواهد عن الكلام كثيرة، منها ما كملنا خمسة، ما كملنا خمسة شيء، كيفش ما كملناهاش؟ لا يشوف أنا بتاع بكرة وقفت قرأت سطر بين الكلمة والكلمة صادره في الدرس إن شاء الله، هون وقفنا في هذه إن شاء الله في أول سطر خمسة، هون وقفت. طيب هذا المفروض كملناها أكملي. نعم. ولا خلي الأخت اللي بعدك تفضلي. قرأت شيخ؟ أنت ما قرأتيش؟ خلاص أنا نسيت، تفضلي أكملي. وحضر موت مثال في التركيب المزجي وهو الكلمة الواحدة، وهو كالكلمة الواحدة، وهو كالكلمة الواحدة. والخلاصة أن الكلام لابد له من أربعة قيود أو شروط، أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع، فمتى وجدت كلها وجد الكلام كلها وجد الكلام النحوي، ومتى انتفت كلها أو واحد منها انتفى الكلام النحوي، وهذا التعريف هو المقصود. ومعلوم في الأصول أن الشرط ما يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويمكن معروف هذا يا جماعة مفهوم هذه الشرط، هذا أحسن تعريف موجود في الأصول وفي الفقه. يعني نعم ثم هناك الشرط والمانع، لا في ثالث، شو الثالث؟ يعني لا كل عمل يعمله الإنسان لابد له من شروط وموانع. أي شو آخر؟ لا أنا بنفسي نسيت، وأنا في بالي حبيت واحد منكم يكملوا. كل عمل يقدم عليه الإنسان في حياته لابد أن يكون فيه شروط وموانع، والثالثة ستأتي على كل حال سأستحضرها بإذن الله تعالى. الشرط هو ما كما قال هنا يتأثر بالعدم، معناه يعني يعني ما يجب من عدمه العدم، ولا يجب من وجوده وجود ولا عدم. هل نأخذ مثال بالمثال يتضح الحال؟ هذه كذلك حفظها جميل يعني يا جماعة، الشرط هذه في كل مسألة. نأخذ مثلا الصلاة الوضوء أو الوضوء. طيب الوضوء من شروط الوضوء أن يكون الإنسان غير مريض،
غير مريض بحيث هذا الوضوء الماء يؤذيه، هذا شرط. فإذا انتفى هذا الشرط ينتفي الحكم، يتأثر بالعدم. يعني مثلا إذا كان الإنسان مريضا هل يجب عليه، هل يشترط في حقه الوضوء بالماء؟ يعني هذا هو الشرط. حينئذ من شروط استعمال الماء أن يكون الإنسان صحيحا سليما بحيث لا يتأذى، خاصة إذا كان مصحوبا برخصة به بطبيب بكلام موثوق به، فهذا من الشروط. حينئذ أترين يعني لما ينتفي الشرط هذا، شرط الصحة يعني والسلام. لذلك يقول عند القدرة الوضوء، وعند القدرة سواء كان القدرة صحية أو كذلك في موضوع فقد الماء، قد يوجد الإنسان في مكان لا يجد فيه ماء وهو صحيح، حينئذ انتفى شرط من الشروط وهو وجود الماء، فصار لزاما أن نذهب إلى الرخصة وهي التيمم. حينئذ فهذا هو الشرط، هو ما يجب من عدمه العدم. يعني إذا عدم الشرط، ما هو الشرط هنا الذي عدم في موضوع الوضوء؟ وجود الماء مثلا، عدم وجود الماء أو عدم صحة الإنسان. يعني إذا إنسان مريض ما عنده دمل هنا، وعنده مثلا لو أدخل لو قرب الماء هنا فإمكانية البر تتأخر أو تتعكر صحته هنا، فصحة السلامة لابد منها. حينئذ هذا شرط من شروط الوضوء بالماء. فهمتي؟ أسهل من هذا الحج لمن استطاع، يعني ما كاش استطاع ما فيش. والصلاة كذلك من شروط الصلاة مثلا دخول الوقت، هذه الشروط، هذه من شروطها. طيب إذا انتفى، إذا لم يأتي الوقت، إيش معنى انتفى الوقت؟ هل يجب الصلاة؟ سقطت، ساقطة أصلا. شفتوا يتأثر بالعدم الشرط؟ يعني إذا عدم الشرط، عدم المشروط يعني الحكم. وإذا وجد الشرط، شرطه ليس بالضرورة أن يقام بالمشروط. هذا علاش قلنا ما يجب من عدمه العدم، ولا يجب من وجوده وجود العدم. يعني إذا وجد الشرط ليس بالضرورة أن يتحقق المشروط، لأننا ننظر إلى الشروط الأخرى مثلا وإلى موانع كانت. مثلا من وجوب الصلاة لا يكفي فقط دخول الوقت، فقد تكون المرأة حائضا وقد دخل الوقت، هذا يعني حصل مانع فافتقد شرط. فالحكم حينئذ يعني ليس بالضرورة إذا جاء شرط أن نقوم بالعمل، لابد من ننظر إلى شروط أخرى أو إلى وجود موانع. شفت كيفاش؟ هذا معنى قوله الشرط هو ما يجب من عدمه العدم، ولا يجب من وجوده وجود ولا عدم. هذا يتكلمنا على شرط واحد. واضح يا جماعة؟ إن شاء الله. متأخر دي ولا عدم، يعني عدم الحكم، يعني انتفاء الحكم. طيب قلنا مثلا نرجع لمسألة الصلاة، من شروطها دخول الوقت، أليس كذلك؟ طيب هب أن الوقت قبل الوقت، نقول هنا المشروط منعدم، هذا ايش معنى الحكم منعدم؟ حكم ماذا؟ حكم الصلاة. يعني مثلا الآن الساعة، شفت الآن الساعة 11:56 وقت الظهر لسه ما دخلش، هل تجب صلاة الظهر؟ لا تجب. لماذا؟ لا نجيب نيوب بالنفس الكلام، لأن الشرط مفتقد. فالحكم إلى عدم، حكم ماذا؟ حكم الصلاة. أنت مقتصر على كلمة عدم، إن عدم حكم الصلاة وهو المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا عدم، أليس كذلك؟ الآن ندخل هذا الجزء الثاني، افرض أننا دخلنا وقت صلاة الظهر، هل بالضرورة يجب أن أصلي؟ ما لابد أن أنظر إلى الشروط الأخرى، مثلا وجود الماء، مثلا وجود مانع. ما قلنا للمرأة قد تكون غير مؤهلة لأن تصلي، يعني مع دخول الوقت فلا يجب، أنا الشرط اكتمل، لكن لا يجب من وجود من دخول الوقت كشرط أن تتم الصلاة. لماذا؟ لأننا يجب أن نراعي شروطا أخرى ونرى هل هناك وجود موانع أو ليس هناك موانع. هذا معنى قوله لا يجب من وجوده، أي من وجود الشرط وجود، أي وجود الحكم. يبقى الكلمة الأولى وجوب والثانية وجود، ثم وجوب ووجود، مش الاثنين بنفس اللفظ يا جماعة، لعلك أنت ها؟ مكتوب ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أو وجودا الاثنين، حتى الاثنين، أو نقول وجوب، لأن وجوب ماذا؟ وجوب الحكم ووجود الحكم، لأنه إذا وجد وجب. طيب خلينا نأخذه بالمصطلح هذا، يعني لا يجب. استحضر المثال اللي أخذته الآن حتى نفهمه بالباهي. قلنا إذا انعدم الوقت، انعدم المشروط، انعدم الحكم، يعني حكم الصلاة، هذا ما معنى قوله
ما يجب من عدمه، أي عدم الشرط، عدم الشرط، عدم المشروط يعني عدم الصلاة اللي فيه. طيب أيوة طيب، وإذا وجد الشرط فليس بالضرورة أن أقوم بالصلاة الآن. ليش؟ شروط اخرى لا تتم. ايوه لابد من النظر الى مثلا يمكن ان يؤخرها الى اخر الوقت، ممكن كذلك لا اجد ماء حتى اتوضا، ممكن يعني وقعت اغمي علي ولم اصلي، ممكن المراه تكون لها مانع لا تصلي. حينئذ فليس بالضروره اذا وجد الشرط الذي تحدثنا عنه ان تصلي حتما. فهمت علي؟ الوجود وجود يعني لا يلزم، هنا هيك الجزء الاول، لا يلزم من وجود الشرط يعني من استفاء وجود صلاة ولا عدمها. ليش؟ لان الشرط الاول تحقق، لكن لا بد ان نرى شروط اخرى، وهل هناك وجود موانع ام لا. هذه وقفه على علم الاصول، هذه راي في كل حكم هكذا. بينما المانع هو الذي يتاثر بالوجود، هو ما يجب من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم. المانع عكس الشرط، سهلة سهلة جدا هذه. طيب نرجع لكلمة تسامحوني، في الحيض وليس مانع للصلاة، صح ولا لا؟ فإذا جاء المانع الحيض امتنعت الصلاة ولا لا؟ هذا ما معنى، هو المانع هو ما يلزم من عدم من وجوده العدم على عكس الشرط. يعني إذا وجد المانع انتفى الحكم، انتفت الصلاة. كان غير مفيد للحج مثلا، وجد مانع، مثلا انسان يريد ان يحج، طيب وجد مانع، ما المانع؟ عدم القدره الصحيه، يعني كان لا باس به فجاه مريضة، هل يلزمه حج؟ لا، لوجود ماذا؟ المانع. فالمانع اثر ايجابا مستلبا عكس الشرط، يعني وجود المانع يبطل الحكم. هذا ايش معناه؟ المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، واحنا قلنا بكر شويه في الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، وهذا في المانع ما يلزم من وجوده العدم. شفتوا كيف؟ ان شاء الله بدات تتفهم. هذا راه من الدروس الاصوليه في اصول الفقه، هكذا يبداون به، وهذا اللي راح يحفظوا عندي الاطفال، رغم انهم اطفال حتى ولو فهموا جزء بسيط ما يشكل، لكن مش الان، هذه بعد سنه اخرى ان شاء الله. هذه لابد من مقدمات، يحفظ الشرط، ما معنى الشرط؟ هذه تسمى الأحكام الوضعية، ثم الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. أيوه، الثالث هو السبب، يبقى السبب وشرط ومانع، قلت راح نستحضر. هناك أسباب في كل حدث، في كل عمل يقوم الإنسان، هناك أسباب وشروط وموانع في كل شيء. كل مسألة تعتريك. فالإنسان لابد أن ينظر إلى الثلاث مسائل هذه قبل أن يقدم على شيء ما، وبطبيعتها تحصل يعني، والإنسان يطبق فيها بدون ما يشعر. هذه المرأة صارت عندما تحيض تبتلع على المريض الذي لا يجد ماء، أو لا المصلي يجد ماء، بطبيعة يفكر في ماذا؟ يفكر في التيمم. هذا يطبق في الأحكام الوضعية وهو لا يشعر، يعني يطبق في حكاية الشرط ويتأثر بالوجود، ويطبق في بالعدم عفوا، ويطبق في المانع ويتأثر بالوجود، وهكذا، ويطبق في الأسباب، وهو الذي الأسباب، السبب بين الاثنين، ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه عدم، هذا تعريف السبب. إذا تريدوا على فكرة على هذه أعطيكم أمثلة في ربما في حصة أخرى لكل يعني، ولكن أعطيت الآن أمثلة إلا في السبب. طيب نمشي الآن للشواهد، من عن الكلام، الشواهد عن الكلام كثيرة، منها ما قال ابن مالك رحمه الله. لا ما خلصنا شيء. نعم؟ ما خلصنا، ويمكن تطبيق الوجود. تعريف الشرط. لسه ما زلتي؟ ايه ما زلتي. ويمكن تطبيق تعريف الشرط في مسائل فقهية نستطيع بعض، نستطلع من بعضها في الفصل، كما يمكن تطبيقه نستطلع بعضها في الفصل، كما يمكن تطبيقه على الكلام. وتسمى هذه الشروط في باب الكلام أركان الجملة عند النحاة. طيب الكلام، تبقى مع الكلام، هل ناخذ الشرط على الكلام؟ ليش رحنا بعيد وعلى الحيض وعلى الصلاة؟ الكلام نفسه له شروط، مش قلنا أربعة هي شروط أركان، الأركان هي شروط. طيب لو افتقدنا شرط من الشروط ليش الحكم عنه؟ يبطل الحكم ولا ما يبطلش؟ حينئذ فالشرط يؤثر بالعدم ولا بالإيجاب؟ بالعدم، يعني انتفى شرط واحد ينتفي الحكم، يعني ينتفي أن نقول هذا كلام. فهمنا الآن؟ طيب لو وجد شرط هل بالضرورة أن يصير كلام؟ ولا بد أن ننظر الشروط الأخرى، هذا ايش معناها؟ هذا معنى قولنا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم،
ولا يلزم من وجوده وجود العدم، يعني لا يلزم بالتالي إذا وجد شرطا واحدا أن يكون هذا كلام، لابد أن ننظر إلى شروط أخرى، وهل هناك موانع؟ شو الموانع مثلا؟ أن تأتي جملة شرطية ولا يكون فيها الجزء الثاني موجودا، هذا مانع من أن نقول أن الكلام كلام في جملة كلام، واضح؟ هذا إيش معناه؟ قلتك في كل مسألة تأتيك بين عينيك إلا وفيها الأحكام الوضعية الثلاثة، الأسباب والموانع والشروط، هذه تسمى بالأحكام الوضعية في علم الأصول، خلافا للأحكام الفرعية التكليفية. شو الأحكام الأخرى التكليفية؟ الحرام والحلال والسنة والمندوب والمكروه، هذه تسمى أحكام تكليفية فقهية، والأخرى تسمى أحكام وضعية، ويمشي مع بعضها كما بينت لكم. يعني قبل أن يطبق الإنسان أمرا ما لابد أن ينظر في الشروط والموانع والأسباب. نعم، فلابد من حفظها جيدا لحاجتنا إليها في دروس قادمة وتطبيقها عند ليش الأهل. تقفدي مع السكون يا أختي، في دروس قادمة، في دروس قادمة وتطبيقها عند الإعراب، إذ لابد من الإتيان بالفاعل عند طلب إعرابه فعلي أو العكس، كما يلزم إعراب الخبر عند طلب خبري إعراب الخبر عند طلب إعراب المبتدأ والعكس أو العكس، وهما عمدتا الجملة، فاحفظ ذلك رحمك الله. ما معنى الجملة الأخيرة اللي ذكرتها؟ شوف أنتم منها ماذا فهمت من الجملة الأخيرة التي كنت تقرأها؟ أن الإنسان إذا كلف إذا أعرب فعلا فلا بد أن يأتي حتما بالفاعل، ما فيش حتى ولو قلت لك أعربي هذا الفعل أراه يتضمن فعل، ما لا تلجئيني لأن أقول لك والفاعل ألم لماذا لم تعربي أنت وحدك تفهمين، لأنه يمشي مثل النظارة هذه مع ذاك مع بعض. إذا كلفت بأعراب فعل فابحث عن الفاعل بعد دون أن تلجئني أن نذكرك به، أو إذا كلفتك بأعراب فاعل وتقول فعله كذا وكذا مشوا مع بعض، إذا أعربت المبتدأ ففكري في الخبر لأنه يمشوا مع بعض الخبر وكذلك مع المبتدأ، حتى ولو كلفنا بأعراب جزء واحد منهم فقط لابد من الاتيان بالثاني لأنهما متلازمين المبتدأ والخبر والفعل والفعل. كذلك حلف الجر ممكن شيء سريع، حلف الجر بدون إعراب الاسم المجرور أو الاسم المجرور بدون إعراب حلف الجر يمشوا مع بعض. الجملة الشرطية لابد من فعل الشرط وجوابها وهكذا، حتى ولو كانت مش موجودة يعني في الغالب تكون محذوفة، مثلا قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمينين، طيب إذا إن شاء الله أليست إن حرف شرطة وشاء هو فعل الشرط، أين الجواب؟ محذوف، وتقول الجواب هنا محذوف دل عليه سياق الكلام قبله حتى لا يتكرر، يعني وتقديم الجملة لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين لا لا إن شاء الله إن شاء الله آمنين تدخلن المسجد الحرام، يعني إعادة، لأن إن شاء الله هذه رأي جملة الشرط، أين الجواب؟ محذوف يا جماعة، تقديره إعادة الجملة الأخرى التي ابتدأنا بها أي إن شاء الله تدخلن المسجد الحرام وقد دخلوه فعلا، لأن لك قسم أقسم به رب لا تدخلن، لأن اللام إذا جاءت مع نون التوكيد فهو قسم من الله، ولذلك تسمى اللام الموطئة للقسم، وتدخلن بالتوكيد لام موطئة للقسم ونون التوكيد من الله سبحانه وتعالى هو قسم، وقد دخلوه فعلا في غزوة فتح مكة، يعني فتح مكة. أنت هل انتهيت الآن؟ طيب الشواهد، الشواهد عن الكلام كثيرة، منها ما قال ابن مالك رحمه الله كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. ما معنى قد يؤم؟ قد يقصد، يؤم بمعنى يقصد، أمم وجهه أي قصد بوجهه كذا وكذا. شفتوا احنا تكلمنا على قلنا لابد أن يقصد به إفادة السامع. وقال سعيد بن نبهان صاحب الدرة اليتيمة، هذا نظم من نظم الأجرمية، حد الكلام لفظنا المفيد نحو أتى زيد وذا يزيد. شفت حتى الاتيان بالجمل، أتى بالمبتدأ والخبر وفعل والفعل، يعني كمثال لما قال نحو أتى زيد، أتى زيد أليست فعل؟ هذا بعد نحو المفروض نقطتين
ربما لهذا السبب اني ما تلخطتين هنا ولا سطر اخر. نحو ماذا؟ اتى زيد، ليست فعل وفاعل هذه؟ فهي جملة تامة. كذلك قال وذا يزيد، ايش هي ذا هذه؟ لا هذا اسم الإشارة، راهي الذال فقط، هكذا الها للتنبيه، فنقول هذا، نقول ذا أو هذا نفس الشيء، تي أو تا بمعنى، عفوا تا تي بمعنى هاته، تي هي اسم إشارة، أما الها للتنبيه. طيب وحد كلمة، لا أنا فين احنا بالضبط، وحد كلمة فقول مفرد وهي اسم أو فعل وحرف يقصد. وقال الشيخ الشنقيطي هذا كذلك نظم الشنقيطي الأجرمية في نظمه الأجرمية، إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. أما الحريري فيقول رحمه الله حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وعمر متبع، نفس الشيء، سعى زيد فعل وفعل، عمرو متبع مبتدا وخبر. وقال ابن معطل رحمه الله في دريته الألفية، ابن معطل الذي ألف ألفيته قبل ألفية ابن مالك، اللفظ إن يفد هو الكلام، نحو مضى القوم وهم كرام، تأليفه من كلم واحدها كلمة أقسام، كلمة أقسامها أحدها. وقال محمد باي بالعام، هذا شنقيطي في نظمه اللؤلؤ المنظوم في نثر منثور ابن أجرم، كلام أهل النحو لفظ ومفيد، مركب بالوضع مثل جا سعيد. وقال سعيد بن محمد المري في منظومته المختصرة في النحو، القول إن أفاد معنى محتواه فهو الكلام عند معشر النحاه، أقله اسمان كزيد ذاهب واسم وفعل ثم نحو فاز التائب. شفت أقل، قال أقله اسمان كزيد ذاهب واسم وفعل نحو فاز التائب. كلا المثالين يسمى جملة وفيهما الحرف يكون فضلة. شفت هذا ما كنا نقوله دائما، شفت كلاهما، كلا المثالين يسمى جملة وفيهما الحرف يكون فضلة. أختم بالشيخ العمريتي مع بعضنا عاد، هذه كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد. طيب انتهينا من باب الكلام والحمد لله. مين فيكم عنده سؤال على الكلام؟ لأننا يعني سندخل الآن باب جديد، أو نعم موضوع جديد. طيب ننتقل الآن إلى أنواع الكلام. أنواع، المقصود بالأنواع هي الأقسام يا جماعة، أقسام الكلام. وهذا رأيناه وقرأناه في النظم، يعني أقسامهم ثلاثة. نعم نذهب إلى الملاحظة. جاء تقييد المصنف رحمه الله للحرف بكونه جاء لمعنى ليخرج حرف المبنى، أي الذي تبنى به الكلمة، وحروف المعاني هي التي دلت على معنى في غيرها كما سيأتي. رأيتم المقصود هنا لما يقول اسم وفعل وحرف، مش الحرف اللي ربما يتبادر لذهنك حرف الباء والتاء والجيم، يعني الحروف الهجائية، ليس هذا المقصود به. حرف معنى أي الذي يكون في جملة فيغير معناها ويغير إعرابها، مثل حرف الجر يدخل على الاسم، هذا حرف الجر، فحروف الجر وحروف النصب وحروف الجزم هذه كلها تسمى حروف معاني. والحرف المعنى قد يتركب من حرف وأكثر من حرف. هل قلت لكم أن أقصى ما يصل إلى الحرف ماذا؟ خمسة أحرف. ما هو؟ لكن، ألم نقل في لكن حرف شبيه بالفعل من أخوات إن؟ لكن هو في واد الأحرف، حتى ولو قلنا شبيه بالفعل، شبيه بالفعل من ناحية المعنى فهو حرف. لا، هذا حرفين، كن ن نون نونين، فهذه خمسة. الحرف متركب من أربعة أحرف مثل حتى، المشدد دائما حرفان، واضح؟ الآن حرف متركب من ثلاثة أحرف، إلى، على، والحرف متركب من حرفين، من، في، بل، واضح؟ والحرف متركب من حرف واحد، الباء، ما عادش يقولوا بي، الباء، الكاف، الواو، الفاء، كل حروف معاني هذه، اللام، فهمتوا؟ وأنا قلت لكم كذلك في مناسبة ماضية تقريب، أو أقولها الآن مرة أخرى،
الأحرف هذه إن تركبت من حرفين فأكثر تلفظ كما تكتب، فنقول من حرف جر إذا كانت من، على حرف جر، لكن حرف ناسخ، حرف الناسخ ينصب المبتدا ويرفع الخبر، هكذا ننطقها كيف كما تكتب. أما إذا هذا من حرفين فأكثر، إذا تركب حرف المعنى من حرفين فأكثر فتلفظ كما تكتب. أما إذا تركب الحرف من حرف واحد فيلفظ به جائه باسمه، فنقول الباء الكاف، يعني كما ننطق بها الحروف الهجائية لأنها متركبة من حرف واحد. أرأيت في ال، البصريون يقول ال، ولكن الكوفيين يقول ألف واللام، خلاف حتى في النطق بالحروف سبحان الله بين الكوفيين والبصريين. نحن نقول ال في المعرف، يعني في الاسم المعرف. لماذا نقول ال تطبيقا لما قلته أنا؟ ألم أقول لكم يا أم ألم أقول أن الحرف إذا تركب من حرفين فأكثر يلفظ كما يكتب، فكيف نكتبها أل؟ نكتبها أل، ألف ولا، أليس كذلك؟ فنقول أل. الكوفيين يقول الألف واللام يعني بالهجاء، هذا غلط طبعا، طبعا غلط في نظر في منظور البصريين يعني. فمفهوم هذه لابد الأل تعريف، نعم لابد، حتى عند الإعراب ما نقول بي حرف جر، لأن كنا لما كنا صغار يقولوا بي حرف جر، لي حرف جر، و حرف عطف، ما نقول و، نقول الواو الباء اللام الكاف، وهكذا باسمها بهجائها وليس كما تكتب بحرفها، هكذا يسمى بمسماها. نعم. وحروف المباني هي حروف الهجاء التي رأيناها تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، ودال أخير لا تدل على معنى في نفسها ولا في غيرها خلافا لحروف المعاني، ولا تسمى حروف المباني إلا عندما تكون أجزاء كلمة، عندما تكون أجزاء كلمة أي مقطعة حرفا حرفا، نحو زي زيد ويا، نحو زي زيد ويائه وداله، يعني الحروف الدبعة زي زيد ويائه وداله، تحسبها لغة مصرية يعني زي هذه يعني كما مر. وعندما نلفظ بها حرفا حرفا فهي أسماء لحروف عملا بقاعدة الحروف، إذا أريد أريد لفظه صار اسما، الحرف إذا أريد لفظه صار اسما. طبعا نقول مثلا كتبت جيما، يعني حرف الجاء، لا نقول كتبت جيما، أصلا عند إعراب تصبح مثل إعراب الاسم، راه هي اسم أصلا، دليل اسميتها ماذا؟ وهي حرف في الأصل، هي حرف مبنى ولا مبنى، مش حتى حرف معنى. أقول كتبت جيما، طب جيما ماذا نعربها؟ مفعول به منصوب، وهي حرف طبعا. لذلك في القرآن نقول الحروف المقطعة نقول قاف، نعم تعرب، نعم تعرب، تعرب هكذا لك الحرف وحده. مثلا هذه مثلا أقول بائي خير من بائك، يعني كتابة الباء بخطي أنا أحسن من كتابة الباء بخطك، فنقول بائي صارت اسما. صعدت أو نزلت من على السطح، من على السطح، نزلت من على ماذا هنا؟ ما عادش حرف، صارت اسما، لأن على صارت بمعنى فوق، أي من فوق، نزلت من فوق السطح. شفتوا يعني بعض أحيان يكون الحرف اسما حتى في الجملة معنى وإعرابا، ودليل اسميته كما قلت لكم، ليش نحيره كثير؟ تنوين، التنوين، كتبت جيما، كتبت صعدت من على، وأنا من على، ما دليل اسميتها؟ قبول الألف واللام، لا في الجملة هنا، قبول حرف الجر من على، مش الإسناد، ظرف مكان من على، لا حرف جر على هذه، صعدت نزلت من على السطح، كأنك تقولين نزلت من فوق السطح، فعلى بمعنى الفوق هنا، حتى معناها الأصلي هو الفوقية. نعم. ودليل اسمية كل حرف عندما يلفظ لوحده قبوله بعض علامات الاسم كالتنوين، شفتوا كالتنوين، نقول جيما، كتبت جيما، او هذه الجيم خير من جيمك، فهمتوا؟ هذه الجيم، الم تقبل هنا الالف واللام؟ افصح. نعم. وقال للتعريف والاضافه
حرف الجر نحو كتبت باء هذه الجيم خير من جيم هذه الجيم خير من جيمك. يعني شوف أنا كتبت جيم وأنت كتبتي جيم، فأنا أقول لك هذه الجيم جيمي أنا التي كتبت خير من جيمك أنت، هذا إيش معناها؟ طيب انتهت الملاحظة عدد 7. تفضلي يا أختي. الكلمة جنس تحت 3 أنواع. الاسم لحظة لحظة أنت فين أنت؟ 8. وأقول بعد 7 بعد السطر الأول. لحظة لحظة لحظة. توين هي؟ من الكتاب من الكتاب من الكتاب. أنا نبحث هناك في الكتاب. وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها. ليش ليش أغلبيتكم هكذا بالسكون يقول نحن نتكلم نتكلموا مو ليش واو ما فيش ضمة عشان أقولها. أيوة إذا ما فيش ضمة نحط له سكون يعني وما فيش سكون كمان نفس الشيء ما في سكون. لا ما معروف إذا مش ما فيش ما هي تريد الضمة وكسرة فتحة عشان تقرأيها مش هيك؟ ما أنا حر أكيد طبعا طب أكيد ما شاء الله عليك عندك سنتين معايا وتقول لي ما زلت تقول لي أكيد إلى متى؟ 100 سنة. شو الأخت هذه الميزة اللي فيها هيك على طول كله ترميها على برا يعني كلامي كله تطرش على برا لكن ما شاء الله قلبه سليم يعني ما شاء الله. يلا تفضل. فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا. لا يخلو واحد منا عن أن يكون واحدا من 3 أشياء. ثلاثة أشياء. اسم وفعل وحرف. هذا ما فيش لا مناص منه. كل اللغات في العالم ما عندهم إلا التقسيم هذا، ما فيش تقسيم رابع. الكلام في كل اللغات اسم أو فعل أو حرف، بل هم أخذوا منا كما قلت لكم لأن اللغة العربية قديمة وقديمة جدا، إن لم تكن عهد آدم فهي أقدمهم حينئذ، هذا إذا استند على من قال هذا الكلام. نعم. أما الاسم في اللغة فهو لا 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 في الملاحظة عدد 8 الآن. تفضلي يا أخت أم مهدي. الكلمة جنس. الكلمة جنس تحته 3 أنواع، الاسم والفعل والحرف بهذا الترتيب. شفتوا فكلمة حينئذ كلمة الكلمة لفظ الكلمة يسمى اسم جنس. الاسم الجنسي بكل بساطة هو اللي يضم أنواع، كقولنا الإنسان اسم جنس، لماذا؟ الذي يضم ماذا؟ ذكر وأنثى. ذكر وأنثى. الزمان اسم جنس، لماذا؟ لأنه يضم ماذا؟ الليل والنهار. هذه أسماء الأجناس هي التي تضم تحت ما في فيها أنواع، تسمى أنواع. يبقى الجنس والأصل تضم أنواع، أنواع نقوله، فهمت؟ كما بينت الآن في بهذه الأمثلة. نعم. كذلك لفظ الكلمة اسم جنس يجمع ماذا؟ يضم ماذا؟ يضم الاسم والفعل والحرف. دليلنا هو تتبع العلماء رحمهم الله لكلام العرب واستقصاؤهم واستقرارهم واستقراؤهم له جعلهم يدركون أن الكلمة لا تخرج عن هذه الأنواع 3. ولا دليل في القرآن أو السنة يخبرنا عن هذا التقسيم، بل جاء موافقين ومؤيدين. قلت موافقين ومؤيدين لكلام العرب. من الذين جاء موافقين؟ من هما؟ القرآن والسنة. نعم. بل جاء موافقين ومؤيدين لكلام العرب. نعم. يقول ابن يعيش رحمه الله إن هذه قسمة صحيحة يدل على صحتها السماء والقياس والإجماع. نعم. فالسماء على سبحان الله. ابن عيش هذا أولا هو عالم جليل، عالم قطب من علماء النحو واللغة العربية، فقال يدل على هذا التقسيم القياس والإجماع والسماع من كلام العرب سيبينه
سيبينكم هذا المعنى، والقياس والإجماع سيبينون. نعم انتقل الآن. فالسماع، فالسماع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما روي عنه بالإسناد الصحيح أنه قال لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله: أنح لهم نحوا وأقسم الكلام ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. والقياس أن هذه الثلاثة عبارات، والعبارة على حسب المعبر عنه، والمعبر عنه لا يخلو من أن يكون ذاتا أو حدثا أو واسطة بينهما. ما معنى الذات؟ لو عبرنا كلمة الذات بدلناها بكلمة أخرى ماذا نقول؟ نفسه، اسم محدث، لأنه قال بعدك حدث، فالحدث لابد له من محدث. من محدث، فذاك هو الذات الذي يعبر عنه. فأنا نعم لابد، هذا قال بحسب المنطق أو بالقياس الكلام لابد أن يتوفر فيه العناصر هذه: حدث ومحدث وقد تكون واسطة بينهما. والواسطة يقصد بها هي الحروف، حروف المعاني، يبقى حدث ومحدث وواسطة، هذاك على من حسب القياس جاء التقسيم على ثلاث. نعم. فالأسماء عبارة عن الذوات، والأفعال عبارة عن الأحداث، والحروف عبارة عن الوسائط. هذا من ناحية القياس. نأتي الآن للإجماع. والإجماع على أن الأقسام الكلمة ثلاثة. نعم. والإجماع هو ما أجمع عليه أهل العلم من المتكلمين والعروضيين والنحويين واللغويين وغيرهم على أن الكلام كله ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. زاد بعضهم يفيده سكوتهم على ذلك في مقام البيان، والسكوت في هذا المقام إقرار. في هذا المقام إقرار، هذه قاعدة ما شاء الله، هذه قاعدة أصولية. تشوفوا يا جماعة لما تكون كلام مهم لا فقط أكتبه باللون الغامق، بل بالغامق والمائل. أترون في قولي والسكوت في هذا المقام إقرار غامقة ومائلة، لأنها قاعدة، هذه قاعدة أصولية قبل أن تكون بلاغية. يعني إذا سكت أهل الحل والعقد عن مسألة ما فهذا إقرار منهم أن يصبحوا نصا. يا سلام، شفت؟ سكت أهل النحو واللغة عن أقسام الكلمة ولم يقولوا لا أربعة ولا خمسة ولا أقل، سكتوا عن الثلاثة، هذا دليل على إقرار ولا مش دليل إقرار؟ هذه العلماء أخذوا منها مسألة. مثلا في الزواج، يأتوا يتزوجون فتاة، والأصل في العادة في الفتاة أنها لخجلها تسكت. إن سكتت مقام الكلام في مقام، يعني في المقام الذي يجب أن تتكلم فيه، معنى ذلك ماذا؟ رضا. احنا نقولها بالعامية، يعني السكوت علامة الرضا، هذه القاعدة بعينها، السكوت في المقام الإقرار إقرار، مش قاعدين تبقوا فيها. قليل من البنات اللي ما شاء الله تتجرأ تقول هي قبلت به زوجا مثلا، أو مثلا يعني ولو قال، حتى ولو قالت يعني جائز، بس حبيت نقول في الغالب، الغالب على الفتيات يعني الخجولات تسكت، بل ربما تهرب، فهروبها أو سكوتها دليل على رضاها، بس هي خجلها يمنعها من أن تقول نعم أحبه أو نعم أتزوجه. فهذا هو تطبيق القاعدة بعينه، السكوت في محل الإقرار، يعني في محل البيان مش إقرار. القاعدة تقول السكوت في محل البيان إقرار، هل أعطيتك مثال عشان نفهم، لأنه مثال معمول به في أوساطنا، فهمت؟ هذه هي القاعدة.